ثم ما بعد، كل باسمه وصفته وشخصيته. ما شاء الله، الجميع أمامي هامات وقامات. طبعا نورتم شاشة اللابتوب عندي حقيقة. طبعا في البداية قبل أن نبدأ، أحب أن يعني بكل عبارات الاعتذار، أنا أعتذر منكم جميعا فردا فردا على أنه ممكن ضيقنا عليكم قليلا مسألة فتح الكاميرات وغير ذلك. بس صدقوني أحبتي الكرام، إن أردنا أن نتعلم يجب حرفيا أن نتألم. في هناك أمر بسيط ممكن ننوه عليه، لما يكون، وهذا مهم جدا، احنا لما نريد دائما في التدريب بمصطلح توتي أن نفرق بين التعليم والتدريب، لا نجد حرفيا مصطلح أو شيء يفرق بينهما، غير أن التدريب إضافة أنه يكسب مهارة أنه تشاركي. فنحن اليوم نريد هكذا، المدرب هو عبارة عن منسق فقط، يعني يلقي بعض الكلمات بعض المعلومات، لكن المعلومة هي تأتي منا وإلينا. فبصراحة منظر رائع جدا عند الشاهد، يعني من شاشة اللابتوب. طبعا أنا أستخدم الحين لابتوبين والهاتف، حيث أستطيع أن أركز على المادة وعلى صور طيبة أول بأول، وأيضا على الشات والتعليقات بإذن الله. فشيء طيب جدا عندما ترى ما شاء الله أمامك قادة وهامة، وحقيقة صنع قرار إن شاء الله في المستقبل. بارك الله فيكم أحبتي الكرام، لا تحرمون هذه الطلة، وإن كنتم زعلانين أيضا ابتسموا لعلها تكون صدقة بإذن الله. طيب أحبتي الكرام، نبدأ على مشيئة الله، لكن قبل البدء نريد يعني نقف دقائق بسيطة نراجع ما كان يوم أمس. قبل المراجعة هناك سؤال بسيط، هل يوجد من أحدكم تكرما أمرا لم ينضم إلى الآن للجروب اللي تم توزيعه فيه، أو اسمه ما نزلش ضمن التقسيم نهائيا؟ إذا لا يوجد، أتمنى أنه يتواصل طوالي إن شاء الله في الجروب أو مع الأستاذ محمد، وهو بيضيفه إن شاء الله لأحد الجروبات حسب الأولوية والمناسب لهذا الشخص. الأمر الأول. الأمر الثاني، هل نستطيع نعمل تقسيمة بسيطة قبل البيت، وهي على النحو التالي؟ في عندنا خاصية هنا متأكد أني موجودة عند الجميع، الأموجو الوجه الموجود معنا في عدد من التعابير. أنا أريد من الإخوة الموجودين معنا هنا وهم في فريق آه، في الفريق آه، يرفعوا هذه العلامة اللي هي التصفيق. ممكن نعمل تحضير بسيط للجروبات. هذا العلامة اللي عندي تستطيع تشوفها من هنا عند تحت، عندك ضمن الإعدادات وجه، تضغط عليه بيطلع لك مجموعة من العلامات. نشوف، تمام، واحد اثنين، فقط اثنين، اثنين عندي مش بالشات، في العلامة. تمام، اثنين. طيب الأخوة في الجروب بي يعملوا هذا العلامة، الأخوة في جروب بي يعملوا علامة الأوكي. ممتاز، موجودين، ممتاز. جروب بي ما شاء الله حضورهم أكثر، رائع رائع، ممتاز، حلو. طيب حلو جدا، رائع. طيب الأخوة في جروب سي، هذا العلامة القلب، هذا ممكن نشوف. ممتاز، محمد عبد الرحمن، تمام، ممتاز، رائع، معتز. ها، بس قليل، لماذا أنس؟ أنس لو تكرم الأمر تستطيع تفتح المايك، الكاميرا، ممتاز. طيب الإخوة في الإخوة والأخوات في جروب دي ممكن يعمل هذا العلامة، الإخوة والأخوات في جروب دي، ممتاز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ما شاء الله أكثر جروب 10، أكثر جروب اكتمل، رائع جدا. إذا كل واحد حافظ جروبه صح. طيب الإخوة اللي ما عمل لنا لا قلب لا أوكي لا تصفيق ولا شيء، أكيد في خارج الجروبات، أتمنى يتواصل مع الأستاذ محمد شوقي وإن شاء الله بيضيفوا لأحد الجروبات. عمل الجروبات أحبة الكرام اليوم هنشرح شيء مهم جدا عن مسألة التقارير وخطط العمل، إذا سنتطرق إلى يعني بعض المعلومات البسيطة عن مسألة اختيار الجهات
الداعمة وتحديدها، سواء كانت أنت بتبحث عن منحة لشخصيتك، بتبحث عن ممول لمبادرتك ومؤسستك، بتبحث عن داعم لمشاريعك المستقبلية، أنت أيضا تروح تريد أن تذهب إلى وظيفة معينة، فإحنا بنضع مجمل من المعلومات البسيطة. طيب حب، ما نحن عرفنا كل واحد مننا عرف جروبه فريقه، عندنا الآن قاعدة بسيطة بالنسبة للمشاركة، إذا أردت أن تفتح المايك ارفع اليد، هنا علامة يد بسيطة بنفس الأوميجو اللي هذه، هذا الأخوة ممكن بيفتح لك المايك إذا أردت أن تشارك، مثل عبد الحكيم الحين اللي فاتح لها عبد الحكيم، أو تكتب على طول بالشات كما تعودنا بإذن الله. الحين ممكن نبدأ نعمل عصف ذهني بسيط عن ما درسناه سابقا، يعني احنا أمس درسنا شيء مهم، ما اسم الدورة اللي أخذناها اليوم أمس؟ أو قبل ما نسأل هذا السؤال نسأل سؤال ثاني، نقول ما اسم الدبلوم اللي احنا قاعدين الحين فيه؟ اسم الدبلوم اللي احنا مشاركين فيه، يلا اكتب لي على الشات، يلا بسم الله. يا باش مهندس ما تكلم او ما فتح الكاميرا، ممكن احنا ننزله لانه ما اعرف من هو لحد، لا ما عرفنا من، لازم احنا نعرف من الذي موجودين. نعم. طيب إذا كما قال الأستاذ محمد شوقي وهو المسؤول عن البرنامج المنسق الأول، إنه أي واحد ما يفتح الكاميرا غير الأخوات سيتم إزالته من البرنامج. حلو. إذا قلنا اسم البرنامج دبلوم تنمية الذات والإدارة المؤسسية. ممتاز، تنمية الذات والإدارة المؤسسية أو إدارة المؤسسات. طيب هذا اسم الدبلوم المجمل، رائع جدا. أنا طبعا لما أسأل سؤال أحبة الكرام تكرم الأمر، أنا وصلني كشف بـ40 طالب وهم يزيدون، نريد الإجابة تكون 40، إذا نقصت يعني عندنا أحد من الإخوة والأخوات يمكن لسه ما وصلته المعلومة، أو ممكن يتدلل علينا بالمعلومة. طيب حلو، الآن بسأل السؤال الثاني وهو الأهم، دورتنا اليوم أمس بعنوان ماذا؟ يلا اكتبوا لي، دورتنا اليوم أمس بعنوان ماذا كان؟ الشات ممكن؟ العمل المؤسسي، لا ليس العمل المؤسسي، في كلمات قبل العمل المؤسسي وهي الأهم، العمل المؤسسي مفتوح وشامل، استرادية العمل المؤسسي، رائع جدا، ممتاز، استرادية العمل المؤسسي، استرادية العمل المؤسسي، رائع، إلى الآن وصلنا فقط 6 إجابات. شوف البقية، ممتاز، استراتيجية العمل المؤسسي، رائع. طيب أيضا كان معنا أمس يوم أمس يا أستاذ عبد الله تكرم الأمر، كان عندنا أمس 3 من الإخوة اللي تفاعلوا معنا و يعني أعطونا الإجابات المثالية الأنسب، فحصلوا على منح، ما هم موجود الأسماء عندك؟ ممكن تعيدهم لنا؟ كان ماجد واحد منهم، وأيضا أستاذ عبد الله إذا تسمعني. طيب ممتاز، معنا إحنا أمس اليوم على سجل كم اثنين، نعم أخ ماجد والأخت شهد. أخ ماجد والأخت شهد، صح؟ الثالث ما حددناه، صح؟ نعم. طيب شكرا أستاذ عبد الله. طيب إحنا الآن في الشق اليوم بناخذ الشق الثاني وهو الأكثر عملي، اللي هو فن كتابة التقارير وخط العمل، لكن إحنا ارتأينا بحيث تصل الفائدة والهدف الأساسي اليوم أمس، إحنا تكلمنا أمس عن تقسيم حسب يعني تقسيم الأممي للمنظمات المجتمع المدني حسب الوظيفة وحسب الإدارة المالية، وتحدثنا عن تقسيم حسب الألوان وغيرها أشياء كثيرة. من خلال ما تطرقنا إليه يوم أمس وتكلمنا عليه، البعض ما زال عنده تساؤل، أنا كطالب في تركيا أو طالب يمني، طالب متميز، طالب ضمن المنح المتميزة اللي ترعاها جمعية سنة تمكين الطلاب، واللي انا استحققت هذه الدوره احضرها اللي كانت بشراكه مع معهد يمن، ايش بستفيد لما ضيعت وقتي واخذت هذاك الدوره اللي فيها امس؟ ما انا لا انا رئيس مؤسسه ولا لي هوايه في المؤسسه، صح؟ البعض سيقول ذلك. انا حبينا اليوم نتطرق الى مجمل من المعلومات البسيطه التي تدعم الهدف الاساسي اليوم امس، ثم ندخل على طول بفن كتابه التقارير وخطط العمل ونعطيكم نماذج، ويوم غد كما تعرفون البرنامج انه يوم غد سيكون عندنا شيء اسمه مشاريع التخرج. هذه مشاريع التخرج
هي كل ما تعلمنا بنطبقه جماعيا يوم غد كورشة عمل من خلال الفرق اللي تعلمنا عليها. طيب احنا قلنا ان منظمة المجتمع المدني في التقسيم الاممي قسمت على اساس شيئين، ما هما؟ ممكن تكتبوا لي بالشات، يلا نشتري 40 اجابة، اكتبوا لي الاجابتين بنفس الشات، بحثنا عند العدد 40. قسمت منظمة المجتمع المدني الى قسمين، الى قسمين، بعد القسمين هذا بيتفرعوا الى معلومات اخرى، فركزوا معنا. حلو، اللي قلت تنموي يمانح هو فقط، اختر الان القسم الاول ولا هو اسم؟ لا، اللي قلت تنموي يمانح ما زال الان يعطيني فقط قسم، يعني جزء من قسم. طيب للتوضيح حبة الكرام، احنا يوم امس تعلمنا ان منظمات المجتمع المدني تقسم الى قسمين حسب كذا وحسب كذا، صح؟ ممتاز. العمل الوظيفي، حلو، وماذا القسم الثاني؟ حسب الموارد المالية وحسب ممتاز ماجد، مركز معنا. إذا تم التقسيم إلى قسمين، الأول حسب الموارد المالية، الثاني حسب الوظيفة. بالنسبة للموارد المالية تم التقسيم، أو نقدر نقسم المؤسسات في المجتمع المدني إلى قسمين، ما هما؟ حسب الموارد المالية نستطيع أن نقسم إلى قسمين، ما هما؟ يلا نكتب على الشات، تنموي يمانح، ممتاز، تنموي يمانحة، تنموي يمانحة، رائع جدا، حلو جدا، تنموي يمانحة. طبعا لما نقول تنموية لما نقول مانحة ربحية، قد ربما تكون ربحية قد ربما تكون غير ربحية، ما لنا دخل في مسألة هذه، إنما قلنا أن التنموية، أن المانحة هي مصدر المال، أساسها وأهدافها خلقت وأنشئت حتى أنها تدعم المشاريع، بينما التنموية تكون قسمين، إما أنها تنفذ المشاريع وتطورها، أو أنها وسيطة ما بين المنظمات المانحة والمنظمات ماذا؟ التنموية. سألنا سؤال بسيط فقلنا مؤسسة إسناد لتمكين الطلاب في أي قسم ممكن هي؟ تحت أي إطار، تنموية أو مانحة؟ تنموية، ممتاز، الإجابة التنموية، نعم بالفعل تنموية. مؤسسة إسناد في هيكلها مؤسسة أو منظمة أو اتحاد؟ مؤسسة. طيب معهد دينية من؟ في هيكله مؤسسة أو منظمة أو معهد؟ كمثال معهد دينية من؟ في هيكله مؤسسة أو منظمة أو اتحاد؟ في ناس يقولوا مؤسسة، في ناس يقولوا معهد. طبعا معهد جين يمن وجمعية اسناد وكل الجمعيات التي لديها هدف مشترك وهيكلية مشتركة ورؤية مشتركة ورسالة مشتركة وتنظيم داخلي موحد هي مؤسسة، يطلق عليه اسم مؤسسة. أي فريق عمل لو كان حتى ثلاثة عندهم رؤية موحدة وهدف موحد وهيكلية موحدة يعتبروا مؤسسة، متفقين؟ إنما المؤسسة يختلف المسمى حقها حسب الهدف اللي خلقت له. الناس اللي بيدرب يقول لك معهد، والناس اللي جمعيه او تمكين طلاب يقول لك جمعيه، الناس اللي بيقولوا منظمه، على حسب المسمى. طيب حلو جدا، عرفنا التقسيم الاول قلنا قسم على حسب الموارد الماليه الى قسمين، مانحه وتنمويه، وطلبنا منكم واجب، والاخوه كثير منكم من صنف لنا المنظمات والمؤسسات اليمنيه وقسم المؤسسات الى المانحه وتنمويه، ممتاز. ذكرنا السؤال الثاني أو التقسيم الثاني وحسب العمل الوظيفي، وتم تقسيمه إلى 5 ألوان رمزية، هذه الألوان الرمزية الستة الألوان هي عبارة عن ترمز لشيء محدد، فما هي الألوان؟ ممكن نريد من جروب دي فقط، اللي بيجاوبني حاليا هم الجروب دي، لا حد يغلط، الجروب دي ممكن تقولوا لي ما هي أول لونين، أول لونين، وما هو يعني التصنيف اللي موجودة فيه، واعطوني مثالين على هذا اللونين ممكن. يلا الجروب دي فقط، ممتاز، نشوف الجروب دي، بشراء، الابيض والاخضر والاصفر والاحمر، لا 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 فقط اللون الاول الابيض ممتاز، البيئي الابيض والاخضر للماذا؟ للانسان، ممتاز، مثل ايش؟ اعطونا مثال الجروب دي، اعطونا امثله، اعطونا مثال، يعني احنا قلنا الابيض هو المنظمات تختص بالبيئه بالكوارث بالحيوان
الاهتمام بالحيوانات، الاهتمام بالنبات وغيره، فقلنا مثل آفاد، ممتاز ذكرها. ايضا الاخضر قلنا يهتم بالانسان، بتطويره، بتمكينه، سواء حقوقه او تعليمه او صحته او غيرها، مثل ماذا؟ مثل اليونيسيف وغيرها. ممتاز. في سؤال اخر يطرح الان، فريق سي، كم عدد منظمات الامم المتحده، وهل هي مانحه ام تنمويه؟ يلا الاخوه في جروب سي يجابونا، جروب سي فقط. 75، ممتاز 75. هل منظمات الامم المتحده كلها تنمويه؟ 75، 75 تنمويه. طبعا تاكدوا من مساله الاجابه هل تنمويه او لا، الاجابه 75 صحيحه. اما كل منظمات الامم المتحده هي منظمات مانحه، وان نفذت مشاريع على ارض الواقع، لكن هي تمنح المنظمات الصغيره وايضا تمنح الحكومات. هذا للتصحيح. تمام، ممتاز. الجروب بي يعطونا اللونين الاخيرين، اللونين اللي بعد الاخضر والابيض، مع التوصيف اللي فيها مع مثالين. يلا الجروب بي نشوف. لا الاحمر والاسود، لا احنا بعد، احنا بنمشي بالترتيب، الترتيب مهم جدا. ابيض اخضر بعده شيئين، ابيض اخضر بعده ايش؟ لونين، تذكرهم مع التوصيف مع الامثله. الجروب بي الاصفر لمن؟ الاصفر والبرتقالي. الاصفر لمن؟ ما هي المنظمات المندرجه تحت الاصفر؟ ممتاز. ممتاز. طيب طبعا هناك في فكرة البعض يشارك عندنا بالشات، لكن يكتب خلوها everyone يعني للعامة، ممكن بحيث يصل للجميع. طيب طبعا الأصفر للربحية والبرتقالي لماذا؟ للسياسة. ممتاز. مثل ماذا؟ أعطوني الآن مثالين سريعين. الجروبي أعطونا مثالين. الجروبي ممكن تعطونا العلامة حقكم؟ ارفع ايديكم الجروبي اشوف بس، لانه ما فيش تفاعل من الجروبي. ممكن ترفع ايديكم هنا في الشات في الشاشه. الجروبي هارون محمد، بس هارون محمد في الجروبي. طبعا التقسيم هو حسب ما قسمنا في الجروبات. ممتاز. طيب البرتقالي للسياسه والاصفر لماذا؟ للربحيه. ممتاز. طيب الآن سؤال ثاني بسيط للجروب. ممتاز. الأصفر نعم مثل المعاهد وغيرها، والبرتقالي سياسة كالأحزاب. الآن جروب آه، الجروب آه، ما هي اللونين الأخيرين بدون ذكر أمثلة، إنما ولماذا كيف احنا ممكن نسأل السؤال؟ ايوه اللونين الاخيرين، وما هو الترميز او التوصيف لها، ولماذا هي تعتبر الاندماج في انشطتها على طول يصنف ضمن هذا البرنامج، لماذا؟ او ضمن هذا الالوان. اعطوني اجابه نموذجيه. طبعا اللون الاحمر وهو عسكري، والاسود وهو ارهابي. لماذا المشاركه في اي نشاط عسكري او ارهابي يدرجك على طول ضمن هذه الالوان، بينما لو تشارك بالبيئه ولا بالانسان لا تدرك فيها اذا كنت اخر؟ لماذا؟ نسمع من الجروب ا ايش ال 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 شيء الأنسب ممكن؟ الجربة الكل يشارك؟ طيب ممتاز. طيب أحبة الكرام، إحنا الآن بالنسبة إحنا قلنا أن الدورة أو المؤسسة تمر بدورة حياة، هذه لابد أي مؤسسة تمر فيها، يعني كل شيء في الحياة حتى الحياة الزوجية. هذه المراحل ممكن تكتبوا لنا على الشات أيضا، بنعمل صمت مدة دقيقتين وتكتبوا فقط لما ينتهي الأذان، ممكن؟ بعدين إن شاء الله ندخل على طول بدورتنا لهذا اليوم. طبعا الإجابة هي للجميع، ها؟ الإجابة الأخيرة للجميع. يلا تفضلوا.
طيب اذا احبتي الكرام، نعود، اتمنى من الجميع اللي قد كان سكر المايك يفتح المايك، عفوا الكاميرا. ممتاز، طبعا الكل شارك معنا، ما في، احنا ما كناش نتحدث، فالبعض ظن ان الصوت انقطع لانه ما كانش مركز معنا، يبدو كذلك او جاء متاخر، صح؟ طيب احبتي الكرام، بالنسبه لدورة حياه المؤسسه استراتيجيا تمر في مسألة التكوين، وقلنا التكوين ممكن تبدأ، هي تبدأ من عند ما تكون الفكرة في بالك لساعدك الآن فكرت فيها إلى أن تنتقل لمرحلة الصراع، ممكن تستمر معك 20 سنة تنفذ مشاريع وأنت ما زلت في مرحلة التكوين، وليس التكوين فقط مجموعة من جمعت مجموعة من الشباب ووزعت المهام وقلت يلا تعال، لا، هي تستمر لمرحلة الصراع. مرحلة الصراع طبعا تبدأ عندما تنتهي مرحلة التكوين، وهي عبارة عن تلاقي أفكار واختلافها، ليس بالضرورة إن إحنا نتضارب مشان نثبت إن إحنا في مرحلة الصراع، قدر ما اختلاف الرأي، اختلاف وجهات النظر، حتى اختلاف طريقة التنفيذ. متى تنتهي؟ عندما نبدأ مع بعض نتفهم الأمر ونضع له قواعد أساسية نستطيع من خلالها إن إحنا واللي بعدنا نمشي عليها. متى نعرف أن انتهت مرحلة الصراع؟ عندما توضع قواعد كلوائح وغيرها. الاتحاد الطلبي اليمنيين عندهم لوائح، اي اختلاف نرجع اليها تحتل، اما تاجيل الصراع مع استمرار التنفيذ هذا لا يعني انتهاء مرحله الصراع. بعد ان نوضع القواعد تاتي المرحله وهي الاهم، وهي مرحله التنفيذ اللي احنا ممكن نسميها نصف بموصف اخر، وهي ماذا كانت الانتاجيه. ويشترط في هذه المرحله ان يكون لدي مشاريع او انشطه مستدامه، معنى الاستدامه معناتها انها مستمره. كمثلا شخص قال والله نعمل دورة تدريبية لمجموعة من الشباب، ما هو ضمان الاستدامة في هذه الدورة التدريبية؟ أنه هؤلاء بيدربوا غيرهم وغيرهم بيدربوا غيرهم وغيرهم بيدربوا غيرهم، وهكذا استدامة المؤسسة. ما هو موضوع الاستدامة؟ وأحبة الكرام، عند صياغة المشاريع، وإن شاء الله أتمنى من الإخوة في جمعية سناد أن يعطوكم مثل هذه الدورة لصياغة المشاريع الدولية وتحديد الداعمين، وهي مهمة جدا. في مسألة الاستدامة أنت تحقق 5 شروط في المشروع للاستدامة. لما تروح لمنظمات دولية أو منظمات معتبرة أو مؤسسات مشان تدور دعم لمشروعك، لشخصيتك، لمؤسستك، لاتحادك، يجب أن تحقق 5 شروط بالاستدامة، من ضمنها استدامة مالية، استدامة المشروع، استدامة إدارية، استدامة الناتج، استدامة الموارد البشرية وغيرها. فمتى نعرف أن احنا وصلنا إلى مرحلة التكوين أو الإنتاجية؟ وهي عندما يكون عندنا أنشطة مستدامة ذات أثر لنا ولغيرنا. ثم تأتي مرحلة النهاية، وهذه احنا وضعنا فيها سؤال مهم جدا، قلنا ما هو الفرق بين التمديد والتجديد والتبديد. الأخوة ما شاء الله الكل اجتهد بحث، أعطانا كثير من الآراء اللي استفدنا منها جميعا في جروبات. أنا مشان الوقت باختصر بالتالي، متى أقول اتحادنا أو مؤسستنا أو جمعيتنا أو مبادرتنا تمددت؟ التمديد في المؤسسة بمعنى أننا نفتح فروع أخرى أو أفكار مستدامة أخرى. بمعنى اتحاد الطلبة اليمنيين في إسطنبول تمدد، بمعنى أنه كان انبثق منه أندية رياضية، أندية فكرية، أندية تدريبية وغيرها. هنا الفكرة، جمعية سناد تمددت يعني وفتحت فرع مثلا في سكارية في دولة أخرى وغيرها. متى أقول أن المؤسسة تجددت؟ مؤسسة تجددت أحبة الكرام في شقين، تجددت في الموارد الإدارية والبشرية كتغيير بالانتخابات وغيرها ومن هذه الأمور، أو تجددت في ماذا؟ في مسألة اللوائح الداخلية فيها والأمور الإدارية الخاصة فيها. متفقين؟ مثلا أذكركم كمثال وهو قريب جدا، معهد اسطنبول الدولي، معهد اسطنبول الدولي للتدريب والتطوير هو تجدد. بماذا تجدد؟ هو إلى قبل شهر ونصف كان اسمه معهد جين يمن للتدريب والإعلام، تجدد كليا، إنما ظل المبدأ ثابت والأهداف ثابتة والرؤية ثابتة، تغير فقط في بعض الأمور الإدارية. طيب متى أقول أن المؤسسة تبددت أو بمعنى آخر انتهت؟ متى؟ ما ذكرنا أمس بشقين، إما أن المؤسسة الشركاء اللي فيها سواء كانت شراكة ربحية أو شراكة مؤسسة أو غيرها أقروا أنه تفض الشراكة نهائيا، خلاص ينتهي الأمر هذا تماما. لو أقروا أن يغيروا الاسم أو يغيروا المقر أو الصيغة أو الشعار، هنا
لم تتبدد، لم تنتهي، انما ايش صار فيها؟ تجديد. يعني عندنا حزب تم حظره فقام فتح حزب اخر، هو نفس الاشخاص، نفس الفكره، نفس كذا، بس جاوا بقالب اخر، هنا تجديد وليس تبديد. المرحله الثانيه لمساله تبديد المؤسسه وهي بموت صاحب الفكره الذي لم يورثها لاحد. يعني الشخص الوحيد في الشركه مات، انتهت شركته، صح؟ ظل الاموال ظل كذا، بس الفكره اللي فيها كمؤسسه انتهت. الا اذا ورثها وكان عنده مجلس اداره وكان عنده ورثاء، او المؤسسه نفسها يعني كم من سيحمل الفكره والهم معه. عرفنا الفرق يا احبابي الكرام، وكل ما ذكرتم ايضا انتم صحيح. طيب. طيب يا احبابي الكرام، ندخل الان الى امر مهم جدا، لكن قبل ان ندخله ممكن نلاحظ انا وانتم هذا الجدول او هذه الاسئله ونجيب عليها سويا. هل ظهر عندكم الشاشه؟ ظهرت الشاشه صح؟ طيب طبعا احب الكرم نجدد ونركز على مساله مهمه جدا. فتح الكاميرات مهم جدا اليوم، فتح الكاميرا معناته انك موجود معنا ومستعد. انا اعرف ممكن نصاب قليلا من الملل، بس ان شاء الله المعلومات اللي موجوده هنا ستحفز عندنا مساله الفضول اكثر واكثر في مساله المشاركه باذن الله. نبدا الان. نعم طيب، هناك مجموعه من الاسئله مهمه جدا. احنا كمؤسسه، احنا امس ذكرنا لكم وقلنا لكم اجعل العصف الذهني في بالك واختر لي مؤسسه واعرف ما هو الصف الوظيفي اللي لكم فيه وما هو الميول اللي لكم فيه. فالبعض ذكر مؤسسه ايتام، والبعض من شان السقيه في القرى، وبعض تنموي، وبعض تعلمي، بعض حقوق مرأة وغيرها. طيب احنا نقول احبتي الكرام، انت كملت عمل مؤسستك وعرفت ما هو الدور الحياه اللي بتمر فيها المؤسسه. عرفتم يا احبتي الكرام؟ في صوت صح؟ طيب عندما عرفت هذه، طبعا ليش احنا دائما نركز على مساله دوره حياه المؤسسه وضروري تعرفها؟ لانه بعضنا يصل الى مرحله الصراع ويظن العمل المؤسسي صعب وكله خلافات كله مشاكل فتنهار المؤسسه، و90% من المؤسسات والشركات تنهار وتفشل في مرحله الصراع، لان اطول مرحله تمر هي مرحله يعني التقاء افكار، التقاء ارواح، فهي مهمة جدا. طيب أنت قررت وفهمت التصنيف وعرفت أنت مؤسستك أو مبادرتك أو التي ترعاك المؤسسة في أي اتجاه هي، في هذه المبادرة اللي انبثقت منك أردت أن تبحث عن داعم لمشروع معين لك. هذا المشروع المعين أنت ضروري جدا أنك تمشي على هذه الخطوات. أنت رحت الآن تبحث عن داعم، والآن في بالك قبل صممت المشروع وجهزته الآن، فقط أن تحتاج ما هي المؤسسة اللي بتروح لها كممول. احنا يجب ان نسال انفسنا بعض هذه الاسئله. اول سؤال، هل حدد الممول بعض المجالات التي لا يممولها او لا يدعمها؟ هذا مهم جدا جدا. فمثلا جمعيه اسنان قبل 3 اشهر من الان كان عندها منشور على الفيسبوك انه الاتحادات بامكانكم تجي ندعمكم، لكن بشرط احنا لا ندعم الا حددوا المجالات، الا المجال تقريبا التعليمي او المجالات اللي فيها امور ثقافيه. يعني رحلات مرحلات لا. هنا الداعم ايش سوى؟ حدد المجال. متفقين؟ وهنا مهم جدا، مثلا معهد اليمن، الكثير من الاخوه ياتي الينا يبحث عن دعم لمؤسسه لمبادره الاتحاد، البعض يصل الى مرادي وياخذ دعم، بعض لا ياخذ. لماذا؟ لانه احنا في مجالنا مجال تدريبي، واحنا في مجال ربحي، فاذا حققت لي انت الشروط اللي احتاجها انا كدعايه اعلاميه او غيرها، واذا جيت لي بالمجال اللي انا فيه كتدريب ممكن ادعمك. عرفت كيف؟ فانت تعرف لما يكون عندك رحله عند من تروح، لما يكون عندك دوره تدريب عند من تروح، لما يكون عندك مجال الديني عند من تروح، لما يكون عندك منح يعني تعليميه لمن تروح. فهذه مهمه جدا، يجب انك تتعرف على مساله شيء اسمه هل حدد الممول بعض المجالات التي لا يمولها او التي يمولها فقط؟ تعرفها. السؤال الثاني يجب ان توضعه، هل يفرض الممول قيود على الدعم المالي للاحزاب السياسيه والمنظمات الدينيه؟ تعرف، لان قد ربما تكون مؤسستك ذو سابق ديني وغيره، فتعرف عند من تروح وكيف. ايضا غير ذلك، يمكن مؤسستك او منظمتك او مبادرتك او اتحادك هو يعني انساني بحت، ليس له دخل باي شيء، لكن عندما تعرف ان هذا المؤسسه او الدعم هذا لو توجه سياسي سيفرض عليك مثلا اجنده او سياسه اخرى، فيجب ان تعرف هذا الممول من عندما تروح له وايش الشروط، وهل انت
قابل تنفيذها وهل عندك مساحة لتنفيذها أم لا؟ الشرط الثالث أو السؤال الثالث يشتي افتح المايك يا أسامة الثالث. تفضل يا أسامة. هاي إذا لم يستطع تستطيع أنت يا شباب تفتح المايكات ولا لا؟ هل يستطيع الجميع يفتح المايك؟ نعم، يقدر أي أحد يفتح المايك يا طيب ممكن باشمهندس. أسامة ثابت يفتح لنا المايك؟ أسامة ثابت، نعم نعم اقرأ النقطة رقم ثلاثة هذه رقم ثلاثة، ليفرض. نعم هل يفرض الممول؟ صح، أها نعم، هل يفرض الممول قيودا على استخدام التمويل في إنشاء وشراء مباني؟ ممتاز ممتاز أسامة. هنا السؤال مهم جدا، هل يفرض الممول قيود على استخدام التمويل في إنشاء أو شراء مباني محددة؟ البعض مثلا عنده مشروع عملاق، طبعا ليس المشروع فقط أحبة الكرام اللي أنت تبحث عن تمويل أو دعم يكون فقط كنشاط رحلة وغيره، لا قد ربما تبحث أنت عن ممول لمؤسستك ككل، إنك تفتح لك مقر وإيجار وغيره وغيره، هل يفرض هذا الشيء أم لا؟ أيضا ممكن الأستاذ ماجد يقرأ لنا السؤال الآخر اللي تحت. الأستاذ ماجد نعم. اقرأ. ما هي القيود الأخرى التي يحددها الممول؟ نعم مثل ايش ممكن؟ انا اشتي تكتب لي بالشات مثل ايش ممكن يقيدك الداعم او المؤسسة اللي انت رايح تعمل معها شراكات، ممكن بايش يقيدك؟ ها اللي يخطر على بالكم مثل ايش؟ اكتب لنا بالشات يلا. الإعلان ممتاز، ها رائع، ها يلا دشي من كل جروب معنا A و B و C و D، كل جروب أقل شيء يكتب لنا إجابة يلا. ممتاز، وضع علامات أثناء إقامة النشاط، صح ممكن يفرض عليك أنك تعمل لائحة خلفية له، تمام. المادة، المدة، ممكن هذا مهم جدا، المدة ممكن يقول لك أنا بدعمك بس بشرط المدة تكون يومين ما يزيد عنها، بعضهم يقول لك لا أنا بمنحك الحق لكن انك تعمل هذا لمده سنه. حقوق النشر ممكن، الدعايات وغيرها، ايضا ممكن يشترط عليك ان النشاط يكون منفصل لاولاد غير البنات، ممكن يشترط عليك الرحله ما تكونش لا سكاري تكون داخل اسطنبول مثلا على حسب ما يريد. ممتاز جدا. طيب نريد ايضا الاستاذه بشرى، هل بامكانك تقرأي لنا ما هو الاخير هذا اللي تحت، ما هو المعدل اذا بالامكان تفتح المايك؟ ما هو المعدل أو الحد الأقصى الذي يمكن للجهة الممولة تقديمه؟ شكرا أستاذة بشراء، وهذا مهم جدا أحبتي الكرام. هناك مؤسسات حدها المالي محدود، إذا جبت أكثر من اللازم بالميزانية اللي عندك تقول لك العفو ما عندي ما تستطيع، لسببين، قد ربما الميزانية بالفعل لا تستطيع، وأيضا هي برغبتها تريد أن تمول مشروع من وإلى بإمكانيتها، ما تريد أنه أنا بمولك جزء وتروح تدور لك شريك آخر، لا تريد، صح ولا لا؟ بعضهم يا أحبتي الكرام، وهذه مؤسسات كثيره هنا في اسطنبول شغلها الشاغل كوسيط او من او منظمات مانحه، وهذه مهم جدا، احنا ايش كنا نقول نعرف بين التنمويه المانحه؟ المنظمات المانحه لها سقف محدد كبير، يعني مثلا اليونيسيف اذا جيت فيها، لو فرضنا على اليمن، على اليمن حتى لما كنا هناك في تجربتنا، لو جيت الى منظمه اليونيسيف ترفع لها مشروع باقل من مليون ريال يمني مرفوض، لانه تحس نفسها استنقاص تصغير لها، عرفتم كيف؟ هنا مثلا عندنا هنا في مؤسسة من المؤسسات احنا ذهبنا اليهم في فترة من الفترات في الاتحادات نبحث عن دعم، فقالوا لنا اذا عندك فوق 300,000 تعالوا غيروا لا تجوش، هذا سقف طموحه عالي، انت ممكن تروح تدور 5,000 6,000 بيضحك عليك بيقول لك انا ما اريد، فهذه مهمة جدا نظروا نعرف هل هو مانح او تنموي، هل بيعطينا او لا. ايضا مثلا الجمعية التركية واغلبها لا تعطي نقد، تقول لك انا بعطيك مواد غذائيه، بعطيك الباص، بحجز لك بكذا، بس ما اعطيكش، بعطيك قاعه بس ما اعطيكش فلوس، فهذه مهمه جدا ضروري نعرفها. ايضا ضمن الاسئله اللي يجب احنا نوضعها، هل يقدم الممول التمويل دفعه واحده ام لا؟ وهذه مهمه جدا جدا وتسبب مشاكل احيانا. احيانا نشترط عليه يقول لك انا لك النصف، اذا عجبني النشاط وتم بنجاح بعطيك النصف الاخر، وهذه يصل فيها مشاكل كثيره، انك تاخذ نصف الدفعه ونصف الاخر ما اعطيته الرؤيه والهدف اللي هو متصور لها بالهدف بالنشاط، الا يحدث اي اخطاء فنيه.
ايضا بعضهم يقول لك انا ما بعطيك شيء، انت قدم كل شيء من جيبك، انا بعطيك في النهايه. انت تعطاني يعني، بمعنى يقول لك اشترى وانا اعطيك على السند اللي اعطيتني. فضروري تعرف هذه الاشياء، وهذا اغلبها هي المنظمات من اللي بتسويها هي المنظمات التنمويه. ليش؟ لانه المنظمات التنمويه هي مطالبه بفواتير وتقارير المنظمات المانحه اللي اعطتها. فهي ضروري جدا ان تركز على هذا الامر. ايضا ماذا تستطيع، ماذا يعني ستطلب هذه الجهه مقابل التمويل المشروع؟ لا احد ابدا سيدعمك بشيء دون مقابل. البعض سيطلب منك الدعايه الاعلاميه، جيت عندما تعرض له مشروعك تغريه انه انا بعمل لك دعايه اعلاميه وبيكون عندي صدى واعلانات و و و. البعض ما يحتاج دعايه اعلاميه، عنده شهرته الكافيه، يريد منك التحقيق الاثر المستدام، اثبت له انه هذا بيكون مستدام. البعض لا، يريد الخير، ما يريد لا تصور ولا تعمل له شيء، اثبت له انك وصلت. البعض الاخر لا، يريد ان يدخل معك شريك في النجاح. وهكذا. هل تعمل المنظمات وفق الارشادات عامه بشان كيفيه كتابه وتقييم هذه المقترحات؟ هذه مهمه جدا. احنا ليش درسنا مساله هل المؤسسات تعمل في مجال البيئه او الانساني او الاغاثي، او بحيث احنا نعرف هل هي مناسبه للدعم اللي بنوجهه له والمشروع او لا؟ ما هو الموعد استقبال الجهات المانحه؟ وما هو الموعد السنوي الثابت؟ وهنا ادي لكم معلومه على الطاير، لا تذهب الى الدعم ابدا في الشهر 11 و12، ستعود بخفي حنين ابدا. بل اغلب المؤسسات هي في شهر 10 و9 هي اللي تدورك، لانه عندها ميزانيه سنويه ما خلصت، بتدور تعمل مشاريع بحيث ترفع. افضل الاشهر هي من الشهر الثاني الى الشهر الخامس لعرض المشاريع. هذه من وجهه نظرنا وخبرتنا، وايضا ايضا الاستاذ محمد عنده الكثير من الخبره بهذا الامر كونه مؤسستهم احد المؤسسات التنمويه العامله والكافله لكم. نعم، فهذا مهم جدا احبتي الكرام. طيب بالنسبه لاختيار الممول او الداعم اللي بيكون لمؤسستك او مبادرتك في المستقبل او لشخصيتك، هناك ارشادات. ما هي؟ اريد واحد من الجروب، ولا انا بختار انا؟ نريد محمود، اختار لنا اولا. شوف هذه ارشادات، انت من شان افتح يا محمود وركز معي، انت من شان تختار الدعم ضروري تعمل اشياء اساسيه. ما هي اولا؟ ماذا؟ اولا حصر جهات التمويل من حيث قائمه الجهات التي ايوه يحتمل ان نقدم التمويل. ان تقدم التمويل، ممتاز. يعني نعرف هي مانحه او تنمويه. طيب اذا ما هي مانحه ما تعطيش فلوس وهي تنمويه، طيب ايش الشروط اللي تقدمها؟ ممتاز. ثانيا مجال، مجالات ايش؟ ثانيا مجالات اهتمام كل جهة، القيم المحددة. ممتاز، وهذه مهمه جدا ان احنا نركز على الالوان السته، نعرف هذه ايش مجالها، مجال اهتمامها. فاذا كانت في مجال البيئه اروح اغريها في مشاريع واسوق لها في البيئه، اذا كانت انسانيه اروح لها بمجال الانساني، وهكذا. حلو جدا. اسالكم سؤال، منظمه ومؤسسه مختصه في بناء المساجد فقط، وان ذهبت لها تريد ان تعمل مشروع، وهذا المشروع هو كفاله الطلاب، كم نسبه يعني مثلا انت تريد ان تعمل منحه لغه انجليزيه للطلاب، كم نسبه قبول دعم لك من قبل هذه المؤسسة؟ تريد تكتبوا لي بالشات كم نسبة القبول اللي تتوقعوها؟ 0 1 0 تمام. حلو، يعني احنا اتفقنا كان في محله. طيب ايضا نريد ان نقرا الشيء الاخير من عند ابراهيم. تفضل استاذ ابراهيم اقرا لي الأخير. بعد مجالات اهتمام كل جهة، القيم، أنماط وشروط التمويل المختلفة. لا ليس هنا، هنا احنا هنا في هذا المكان اللي هي القيم المحركة لجهات التمويل. تمام، شكرا يا ابراهيم. القيم المحركة لجهات التمويل، بعضه كما قلنا لك يعني يريد الخير لله عز وجل، بس وصل لك الدعم ويمشي له. البعض لا، يريد الهدف المستدام، يريد ان يكون معك شريك. البعض الدافع اللي عنده، وهذا مهم جدا لما تعرف الداعم ما هو الدافع اللي عنده تأتي. بعض مؤسسات مستكفية، لا تريد منك لا دعاية إعلامية ولا تريد منك شيء، أنت تعرف إيش يشتو. بعض مؤسسات مستعدة تدعمك بمليون، بس الدعاية الإعلامية عندها أهم شيء، تجعلها في الصدارة. بعضه لا، يريد أنه مشروع هذا ينجح ويكون في أثر مستدام، يستفيد هو وأنت.
البعض لا يدخل معك ويقول لك انا شريك بالربح والخساره، عرفتم؟ فضلا انك تعرف القيم المحركه لهذا الجهه. يعني مش معقول انك تروح تسوق مشروع ذو طابع ديني عند علمانيين، خاصه احنا في بيئه معروفه كيفيه، او العكس. عرفتم محبه الكرام؟ طيب ايضا دوافع الجهات المموله، ليش هي تبي تمولك؟ ليش انا بختار مشروع عن غيرك؟ وهذا مهم جدا. يعني مثلا اللي بيروح لليونيسيف اذا لم يدغدغها بمساله حقوق المراه والطفل باي نشاط عنده فلن يحصل على شيء. تشتي تبني مدرسه حقوق طفل، يعني كل واحد بهذا المجال. بينما لو تروح لليونسكو وتدور منها تمويل وتقول له والله انا ابني مدرسه حديثه، ما بيعطوه، هم يهتموا بالتراث الثقافي ما لهم دخل. وهكذا انماط وشروط التمويل المختلفه. هناك شروط مختلفه، مثلا المنظمه العالميه للغذاء كانت تقول مشروع كان دولي في اليمن كبير، كان يقول لك الصحه مقابل الغذاء، انك تعمل دورة توعويه وصحيه مقابل انك تعطيك ماذا الغذاء، الامن مقابل الغذاء، وهكذا. ايضا طبعا ثانيا اخذ اسس منظمتك بعين الاعتبار، وهي مهمه جدا، اللي هي المؤسسه حقي انا اللي انا جاي منها. يعني انا جاي من معهد اليمن، او جاي من مؤسسه اسنان، او جاي باسم مبادره شبابي، او باسم اتحاد، ضروري اعرف انه مؤسستي انا تعرف عن هذه الاشياء. اول شيء غرضها مؤسستي ايش غرضها؟ انساني، بيئي، تخدم الطلاب، تخدم التعليم، فهمت؟ رسالتها لرسالتي انا، رساله مؤسستي، تمام؟ القيم اللي عندي ضروري اعرفها. يعني احيانا نروح اجتماعات عند الاتراك يسالوا من انت؟ ما انتش عارف من انت، ولا ما توجهاتك، ولا يعني ما زال الان من الطلاب في الامتحانات يروح عند الجاليه او الاتراك مثلا يبحث عنهم عن دعم، مش عارف الاتحاد في القانون التركي ما هو، يقول لهم تبلوك او برليكتي او غيره، مش عارف انه عباره عن درن الجمعيه وغيرها. هذا مركز التنافس، يعني وهذا مهم جدا جدا. بعض الداعمين مستحيل يقبل انك توضع شراكتين بنفس المشروع اللي بيدعمه، قد ربما الداعم الاخر هو منافس له، فكيف توضعه بنفس المكان؟ فايضا حتى انت مشان تدعم مشروعك يجب ان تعرف اللي بينافسك، لو عندك اتحادين مثلا او مبادرتين، المنافس اللي لي ايش المشروع اللي عنده؟ هل بيكون اقوى مني ولا لا مشان يدعمني؟ ايضا المشروع والبرامج المطلوبه لتنفيذها، هل تكون مناسبه مع اللي بروح للدعم او لا؟ وهل المشاريع السابقة مناسبة مع المشروع اللي بقدمه الحين أو لا؟ يعني مثلا منظمة خاصة بالصحة فجأة مرة قررت إن هي تعمل دورات في اللغة الإنجليزية. طيب حلو، أنت حر اعمل اللي تشتهي، بس إدى المبرر ليش ارتباط اللغة الإنجليزية الحين بالصحة اللي عندك؟ ممكن يقول بحيث إنه الكل يكون عنده علم كيف يقرر الرشادات الصحية وغيرها. يعني مشروعك برنامج اللي تنفذه المطلوب منه انك قدر الامكان تربط ما بين اللي نفذته من قبل وما بعد. ثالثا التوفيق بين منظمتك وكل الجهات المموله من حيث التالي: مجالات الاهتمام. يعني انت اذا انت مهتم بالانسان 100% بتروح عند اللي بيعطوك دعم وهم مهتمين بالانسان، اذا عندك نشاط في البيئه بتروح لناس اللي هو المجالات الدعم للبيئه وغيرها. ايضا القيم والدوافع وانماط التمويل، مثلا قد ربما يكون هناك مؤسسه الشرط الاساسي ما تدعم للمؤسسات المسيحيه مثلا، انت مسلم، يعني انت الان بين خيارين، اما لا يدعمك او انك تتنازل عن مبالغ من اجل دعمها. عرفتم كيف؟ وهذه طبعا وارده دائما تحدث خاصه في المجتمعات الضعيفه. طيب من اجل ان تبني علاقه مع الجهات الاخرى كمانحه وغيرها، وقد ربما يوم من الايام تكون مثل لاسناد او معهد اسطنبول الدولي او الاتحاد وغيره، يجب ان تركز على هذه الامور. اولا التركيز على اوجه الاتفاق وعدم ابراز اوجه الاختلاف نهائيا. ابدا لا تروح لعند ناس تقول لهم شوفوا احنا صح انه يعني اضعف منكم، او انه احنا مجالنا اخر بس احنا حبينا اليوم نعمل نشاط مع بعض مشترك. لا، دائما عندما تروح للدعم توجد الامور المشتركه بينكم. يعني انتم دائما تهتموا بالانسان والتعليم، واحنا عندنا طلاب متميزين وراقي بالتعليم ممكن تدعمهم وغيرهم، وهكذا. التعامل بشكل مباشر وواضح بكل شفافيه بدون مجاملات وبدون مغالطات. ايضا التركيز على الايجابيات وعدم ابراز السلبيات لك ولغيرهم. مش تجي تقول لهم احنا المبادره ضعيفه، التحض ضعيف وكذا، ويا ليت انكم تدعمونا. لا، انت ما راح تشحت، انت تروح تدور على شريك وداعم ينهض بك. فابدا لا تروح من منطق الذل. اعتماد اسلوب الدبلوماسيه والوديه،
تمام، لكن دون مبالغه، لانه بعضهم يقول انا قاع صريح معناته خلاص انا بدي لهم لا وجه ومقر رحله. ايضا يجب ان تكون عندك مساله الدبلوماسيه، وايضا اختيار الالفاظ المناسبه. هو عندما نقول الدبلوماسيه يجب ان تتعلم شيء اسمه بروتوكول العمل الجماعي و فن اداره الاجتماعات، اضافه الى فن الاتيكيت، وهي مهمه جدا. يعني انا اذكر مره من المرات دخلنا مع اجتماع مع احد الاتراك، فجاء باول 5 دقائق وقفوا الاجتماع. ليش؟ ممكن بس خارج الاعصاب كذا شوي. فجاه قفلوا الاجتماع، قالوا خلاص بنخرج من الاجتماع. ليش؟ فيما بعد ادوا الرساله، قال والله واحد منهم ما احترم عاداتنا وتقاليدنا، احنا في الاجتماع وهو قاعد ايش؟ يمضغ اللبان العلكه، عرفتم كيف؟ فهو خلاص اتيكيتهم هكذا الاتراك، انت في اجتماع معهم ما ترفع رجله في الساد. يعني انا اذكر مره من المرات صار ضجه كبيره، احد الفروع الاتحاد بحسن نيه واحد منهم كان في برد فراح لبس الجاكيت حقه، لقيت حقه عسكري. عندما ذهب الاتراك شهرت بهذه الصوره، انه نشوف احنا رايحين عندهم بجاكيت عسكري ما ينفع وكذا، واحنا اتحاد. فالامور هذه مهمه جدا في مساله اعتماد اسلوب الدبلوماسيه. ايضا المحافظه على الاعتدال بالنفس، يعني اعتزاز بالنفس. ايضا التحدث بماذا؟ بصراحه عند طلب التمويل، اذا انت بالفعل في هناك داعمين غير هذا اللي رحت له بالمشروع، تقول لهم المشروع، يعني هناك ممولين اخرين، بحيث ما يصير في هناك صدام بينما البين. وايضا لا تعتمد اسلوب ماذا؟ التسول، يعني انت تعال من فوق، بمعنى انه انت تجي تقول له انت بتخدمني بهذه انا بخدمك، دعايه اعلاميه غيرها غيرها وهكذا، يعني اعطي ايضا النقاط اللي بيستفيد منك، لا تتسول له ابدا. متفقا على هذا احبتي الكرام؟ طيب هنا الان سؤال مهم جدا جدا بنوضعه، واتمنى من الجميع يكون مركز معانا فيه. طيب الآن بسأل سؤال، وأريد من الكل يشتي 40 إجابة تكون في الشات. متفقين؟ مركزين معي؟ طيب السؤال أحبتي الكرام، أنا كطالب في الجامعة، ما هو أفضل من وجهة نظر كل واحد له وجهة نظر، ما هو أفضل مبادرة وفي أي مجال ممكن تخدم؟ ما هو أفضل مبادرة ممكن أسسها أنا كطالب جامعي وفي اي مجال ممكن تخدم في الوضع الراهن؟ شو كل واحد يكتب لي على الشات من وجهة نظره. يلا 1 2 3 ابدأوا. السؤال مرة أخرى أحبتي الكرام، أنت كشاب يمني متعلم مثقف أكاديمي في الجامعة، ما هي أفضل مبادرة وفي أي مجال؟ ما هي أفضل مبادرة ممكن تأسسها تخدم المجتمع وفي أي مجال؟ ممتاز، رائع جدا، يعني ما شاء الله الإجابات متنوعة مختلفة في مجال الأكاديمي والإنساني، التعليمي الصحي، مبادرة تعليمية يستفيد منها الطلاب الجدد، ممتاز، بناء صندوق دعم من الطلاب، أكاديمي ثقافي، منتديات، مبادرة نشر العلم يخدم الطلاب، مساعدة في مجال الأبحاث، رائع جدا، الصحي الإنساني، مبادرة التعليم، مبادرة تأهيل وتدريب الطلاب، لغات التركية، ممتاز. هناك قاعدة في علم النفس أحبتي الكرام، إنه الوضع، يعني بالمعنى هكذا، إنه إحنا الوضع اللي نعيشه هو اللي ينبثق منه أفكارنا.
فإحنا لو نلاحظ أغلب الأفكار التعليمية تخص باللغات والأبحاث وغيرها أو إنسانية وصحية لما نراه من واقعنا نحن. طيب هل الصوت كان مسموع ولا عيد؟ أو تعيد يكون بلده. طيب احنا قلنا احبتي الكرام واقعنا، يلا انا بعيد الان بالكلام. طيب احبتي الكرام، اتفقنا انه واقعنا اللي نعيشه هو يؤثر على افكارنا، بمعنى قانون الجذب، كلما نعيشه كلما نفكر فيه ان شاء الله سيتحقق بالمستقبل، لكن هي عباره عن فكره وبذره احنا بنغرسها. فاحنا الان لو لاحظنا على السابق كله في مجال الصحه، في مجال التعليم، في مجال حقوق الانسان وغيره، كلها اللي نعاني منها نحن ونشعر انه يجب ان تعزز هذه المجالات. رائع جدا. جليبيب، ممكن تفتح الكاميرا مع عمر ومحمد ومحمود والبقيه. طيب رائع جدا. أحبتي الكرام، إحنا الآن عرفنا كيف ممكن أنواع المؤسسات وتصنيفها، وأيضا عرفنا دورة حياتها. بعد ذلك عرفنا لو إحنا عندنا نشاط عندما نروح نموله، تخيل إنك رحت مولت هذا النشاط وتم دعمه وعملته. طيب أنت بحاجة إلى مسألة سماها إيش؟ الدعم. مش بيطلب منك برأيك دعمك بالنشاط ونفذت النشاط، كملت نفذ النشاط، إيش بيطلب منك الدعم؟ اكتبوا لي على الشات يلا، ايش بيطلب منك؟ يا سلام، احفظوا لي علي. علي هذا عنده ان شاء الله منحه تخفيض 50%، لانه اول واحد ما كتب بمعنى التقرير بدور كامل عن نشاط. نعم بمعنى التقرير. استاذ عبد الله اكتب لنا اسم علي مرزوق. علي مرزوق، طيب حلو. نحتاج الى شيء اسمه تقرير. التخطيط قبل، احنا كملنا ننفذ، اسمه التقرير. التقرير حلو جدا. التقرير أحبتي الكرام، انا متاكد انه طلع عندكم الشاشه صح ولا ما طلعش؟ طلع الحين صح. طيب الان بطلع عندكم الشاشه، احنا محتاج شيء اسمه التقرير. فاحنا أحبتي الكرام نبحث عن شيء اسمه فن كتابه ماذا؟ التقارير. فن كتابه التقارير بأنواعها الخمسة. الآن ما نتعلم عن كيف ممكن احنا نكتب تقرير بأنواعه الخمسة. أول شيء نعرف شيء بسيط، ما معنى التقرير؟ أريد من الجروبات آ وب ود وسين. الكل يكتب لنا في جروبات الفيس حسب الجروبات حقنا، كل واحد يكتب لنا تعريف التقرير، ليس بالشات انما بجروبات الفيس. يلا جروبات الفيس، كل واحد في جروبه، الطلاب يبداوا يكتبوا. طبعا احنا معنا الاخوه الفنيين موجودين، ايضا الاستاذ محمد موجود، بيتابعوا الطلاب اللي شاركوا في الجروبات. يلا ليس في الشات هنا يا شباب، ارجعوا للمجموعات الواتساب، مش المجموعه الخاصه بالجروبات A وB وC. اللي مش موجود ولا باي جروب يتابع اسمه فوق إذا هو موجود ويرسل. يلا الجروب بي لحد الآن وحيد الفريق الشغال، دي بدأوا يشتغلوا ممتاز، سي بدأوا الآن، باقي فريق آ. فريق آ طبعا احنا عاملين انه فريق آ ممتاز، الآن بدأ تشتغل فريق آ ممتاز. حلو الشباب يكتب انه احد اساليب الكتابه المستخدمه لاعطاء تفاصيل كامله عن الموضوع بطريقه ما، هذا فريق سين ممتاز، اجابه رائعه. الفريق يقول كشف مفصل عن الاعمال او التقرير هو ملخص لكل التفاصيل التي عملت في النشاط، ممتاز. نشوف في الفريق بين ماذا يكتب لنا، تقرير هو شكل من اشكال ايصال المعلومه والتي تكون مصاغه بحيث تكون معده بشكل شبه نهائي للوصول الى المستقبل، رائع. ايضا يقول ملخص نهائي، ممتاز. نشوف الجروب، الجروب سي صح ما قرينا له،
التقرير هو شكل من أشكال إيصال المعلومة والتي تكون مصغرة بحيث تكون معدة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل. رائع جدا، ممتاز. طيب، بما أنه إحنا عندنا تقارير وعرفنا مجموعة من التعاريف اللي كلها تصب في نفس الهدف، دعونا نعرف هنا في الشات، تذكرهم الأمران إلى عندنا إلى الزوم، نعود إلى الزوم لنعرف كل ما ذكرتمه صحيح. نضيف إلى ما قلتموه النحو التالي: أن التقرير يمكن التعريف بطريقة بأنها إيش؟ يلا نشوف عبد الرحمن، ايش تقرأ لنا عبد الرحمن التعريف؟ اقرأ لنا عبد الرحمن التعريف. عبد الرحمن، جميل، اقرأ لنا ما هو تعريف التقرير. قصدك عبد الرحمن جماعي؟ الجماعي، تفضل. ما هو التقرير؟ يمكن تعريف التقرير بأنه وسيلة من وسائل التواصل وأداة فعالة من أدوات الرقابة والتحقق من سلامة التنفيذ والمتابعة والتقويم والمطابقة بين الخطة المرسومة والسياسة العامة لتحقيق الهدف المنشود. ممتاز، بفصل تفصيل. طبعا شكرا لك يا استاذ عبد الرحمن، بفصل تفصيل وتركزوا معي، لانه كل كلمه هنا سنحتاجها بعد قليل عند التطبيق. كل كلمه هو وسيله من وسائل التواصل، يعني مشان نوصل معلومه، نوصل ما قمنا به. واداه فعاله من ادوات الرقابه وتحقيق من السلامه. يعني انا اريد ان اوصل الفكره من خلال التقرير، ما قمنا فيه نوصلها للعالم او للجهه الداعمه او غيرها، او انه هناك مشرفين علي ومدراء وهيكل اداري يجب علي ان انا اعطيهم، سواء كانت لجنه رقابيه، سواء كان مديري في الاعمال، سواء كان لجنه اخرى، سواء كان داعم، فهي ايضا ادوات من ادوات الرقابه والتحقيق من سلامه التنفيذ والمتابعه والتقييم. ليس بالشرط ان انا اتاكد انك اقمت او لا، ممكن فقط مش انا اتابع الامر واقيم، اذا في خطا اقول لك هذا خطا، اذا في صح اقول لك استمر فيه. وإذا المطابقة بين الخطط المرسومة والسياسة العامة. بمعنى أحبة الكرام، أنا ليش أعمل تقرير؟ بحيث فيما بعد أقارن التقرير بالخطة اللي كنت مخطط لها. الخطة هي قبل، مش تعرف أنا خططت الآن وقلت أنا بنفذ مشروع وهو تدريب 35 40 طالب في دبلومة تنمية الذات. بعد ما أكمل أشوف التقرير كم حضر، التقرير بيوصف لي بعد تنفيذ المشروع كم حضر وإيش استفاد وغيره. بطابق بين التقرير والخطة وأعرف هل حققت الهدف المنشود في الخطة والسياسة العامة أو لا. تمام، هكذا. طيب، هنا سؤال مهم جدا جدا، ونعود إلى جروبات الواتس ونقول اعطوني الآن فروقات الفرق بين الخطة والتقرير وأفضل جروب. بيعطيني يا شباب لا أريد تعريف، قولوا الفرق كذا وهذا كذا، فهمتم؟ يعني بأمثلة. ايضا ممكن تعملوا تعريف الفرق بين الخطه والتقرير، تكتبوها في جروبات الواتس. افضل جروب ان شاء الله بيتم تقييمه اليوم على اساس انه هو الفائز معنا. يلا نبدا، تكتبوا الان، شغاله ما شاء الله، بي وسي ودي واب شغالين كامل. ما هو الفرق بين الخطه والتقرير من وجهه نظرك؟ يلا. خطه، ممتاز. اها، الخطه في طبعا الإخوة هم كانوا حاضرين معنا في دورات سابقة في مدن مثل بارتين أو سكاريا أو كوتاهيا أو كرابوك أو في إسطنبول، فبعض عنده معلومة رائعة جدا. يلا، الخطة في البداية والتقرير في النهاية. هذا من الفريق، من فريق آه. طيب، ممتاز، نشوف ايش الفرق الان. الخطه تفكير لعمل شيء في المستقبل، اما التقرير هو ملخص لما عمل في الخطه. ممتاز، نشوف من فريق سي. الخطه اعداد التقرير لما سيتم عمله في المستقبل. ممتاز، والتقرير ناتج الخطه. رائع التعريف هذا. الجروب اللي ما قرينا له الى الان، جروب الدين، الخطة هي في فكرة، يعني الفكرة وبداية المشروع، بينما التقرير التفصيل النهائي له لتنفيذه. أيضا قالوا في المجموعة دي الخطة الرؤية والأهداف، بينما التقرير كل ما يشمل المشروع مادي وغيره. طيب، حلو جدا، حلو. طيب، حلو جدا. طيب، إضافة لما تقولوا أنتم أحبتي الكرام، إحنا ممكن نجيب فرق بين الخطة والتقرير ببضع كلمات. تمام، بس ننتظر بس فقط المشاركة الأخيرة. طيب، رائع جدا. طبعا ما شاء الله شباب متفاعلين يا أستاذ محمد،
يعني أهنيك، يعني اختيارك كان مناسب لهؤلاء القادة المؤثرين. طيب إذا نعود الآن الشباب إلى الزوم ونقول كل ما قلتم صحيح، رائع، أعطانا صبغة للتعريف وللفرق. إحنا بنقول بكل ما قلتموه ببضع كلمات. عودوا إلى الزوم، نعود. طيب الفرق بين الخطة والتقرير هو عناه التالي. الخطة أحبتي الكرام، التقرير طبعا أولي معروف، يأتي قبل الخطة، صح ولا لا؟ وأنا في سؤال بس بتجاوبوا عليه في الشات، بسألكم سؤال: هل يجب دائما دائما أن يكون التقرير بعد الخطة أم لا؟ يلا اكتبوا لي بالشات، عندنا بالشات، هل يجب دائما أن يكون الخطة بعد التقرير أم لا؟ لأنه بعض التعاريف كانت تقول أن الخطة بعد التقرير بعد الخطة. طيب اللي يقول نعم ليش؟ يلا نشوف اللي يقول نعم ليش واللي يقول لا ليش. يلا بنشوف مثلا الآن أنس. أنس ممكن تفتح المايك وتقول لي لماذا نعم من وجهة نظرك؟ لماذا يجب دائما أن يكون الخطة بعد التقرير؟ أنا عفوا، كتبت لأن التقرير هو نتائج الخطة، كتبت لأن التقرير هو إيش؟ ناتج للخطة. ها؟ نتائج الخطة هي. ممتاز. طيب ممتاز، اللي قال لا، شوف مثل من، لحظة، أحمد ليش المزجاجي، شوف أحمد المزجاجي قال لا. لماذا برأيك يا أحمد؟ لماذا لا يجب أن يكون الخطة يعني بعد التقرير؟ أو عبد الرحمن زياد ممكن تتكلم يا أحمد؟ طيب بالنسبة للإجابة على هذا السؤال، هل يجب دائما أن تكون الخطة بعد التقرير؟ عفوا، التقرير يجب دائما أن يكون بعد الخطة، فيجب أن الخطة هي تسبق التقرير، ويكون الإجابة على النحو التالي. لا يشترط أحبتي الكرام، ممتاز اللي بيعلقوا، رائع جدا، في معلومات جديدة، بس بقول لكم يا شباب، لا يشترط أن يكون دائما التقرير بعد الخطة. قولي لماذا؟ لأنه في أنواع من التقارير، وهذه من ضمن الأشياء اللي إحنا ورثناها بالخطأ في الأعمال المؤسسية، هناك تقارير تسبق الخطط، كتقارير الإحصائيات التحليلية المبدئية اللي تعمل أنت تقرير عن حالة، على ضوئها بتعمل خطة لمشروع، بعد تنفيذ الخطة هذه بتطلب لك تقرير آخر له نوع آخر. فلا يجب دائما ولا يشترط أن يكون التقرير دائما بعد الخطة. متفقين؟ بعيد، تمام، حلو جدا. احنا ممكن نسميها تصور، نسميها دراسة جدوى وغيرها، بس هي تندرج ضمن أنواع التقرير، وهذا ما ندرسه الحين. فهذه من ضمن الأشياء اللي جبنا احنا نفندها، وهي من الأشياء اللي احنا نعتبرها وراثة، يعني ممكن نوصفها بالخاطئة إن صح التعبير. أن احنا عندنا في بالنا دائما أن التقرير فقط يجب بعد الخطة. هناك أنواع من التقارير بندرسها بعد قليل، هي تكون ما قبل، بمعنى هكذا. أنا إيش أنفذ مشروع مثلا تعليم اللغة التركية، أنا قبل مضطر أعمل حاجة اسمه تقرير مبدئي، وهو احنا ممكن نسمي عندنا بالعرف دراسة جدوى، إحصاء أو غيره. هذا بينزل ناس ميدانيين، يعملوا مساحات ميدانية أو غيرها، بيبحثوا لنا كم عدد اللي بيحتاجوا اللغة التركية، كم عدد الضعفاء باللغة التركية، بيعطونا تقرير يقول والله في 50 واحد يعني فاهمين اللغة التركية 20%، في 20 واحد حافظين لها 70%، في 10% أو 10 أشخاص يعني متمكنين فيها. من خلال هذا التقرير اللي وصل لي، اللي تصور مبدئي أو دراسة جدوى نسميه ما شئنا، أنا أبني عليه خطة. الخطة تقول معناته بعمل دورة تمكين من الصفر للخمسين طالب، بعمل دورة من البايكي للـ20 طالب اللي هم وسط، بعمل دورة تطويرية بالمحادثة لمن للمتمكنين. عملت خطة، الخطة دي عندما أنفذها بيجي لك مجباري إن أنا أعمل تقرير اسمه تقرير نشاط. عرفتم كيف؟ فليس نعم على حسب نوع المشروع، نوع التقرير، فليس بالضرورة أن يكون دائما التقرير بعد الخطة، وإن اختلف مسماه دراسة جدوى أو غيره، لكن يسمى تقرير. فالفرق بين الخطة والتقرير يا أحبة الكرام، ليس شرط أن يكون أن التقرير يأتي يعني بعد الخطة وغيره.
إنما أن التقرير هو وصف حقيقي ودقيق لكل ما حدث، التقرير. بينما الخطة أحبتي الكرام هو أنه أوضع فيها طموحي وأهدافي اللي أوصل إليها. هل شرط أن أوصل إليها؟ تحقيقها هو شيء بيرفكت مثالي. عرفتم كيف؟ يعني ممكن تقول أنا بعمل كفالة 50 طالب، لكن رحت بتسوق الدعم وغيره جات لك فقط ل10 طلاب. بالتقرير بتكتب التفصيل الممل وما هو واقع. عرفتم كيف؟ طيب، بنعرف أيضا الفروقات من خلال ما نتعلم بعد. فنحن الآن أسألكم سؤال آخر وتكتبوا لي بالشات من وجهة نظركم، كم يوجد بالحياة تقارير؟ كم في أنواع للتقارير بالحياة؟ ها، الواحد يعطيني من وجهة نظره، خمن. يلا بالشات، 1 2 3 نبدأ. بسم الله، كم يوجد من وجهة نظرك أنواع للتقارير؟ 6 2، ممتاز، في إجابات متنوعة لا تعد. ها، ممتاز، 4 2، ها، يلا، تقرير أولي وتقرير نهائي، ممتاز، 5، ها، ما لا نهاية، ها، نشوف، 8. طيب، من يوافقني الرأي؟ حسب الخطة، ممتاز. من يوافقني الرأي أن لكل زمان ولكل مكان ولكل حالة واحتياج تقرير؟ يقول نعم. من يوافقني الرأي؟ أن لكل مكان ولكل زمان ولكل حالة تقرير، سيختلف المسمى باختلاف الاحتياج. قد ربما يكون قبل الخطة فنقول له تصور دراسة جدوى، يكون بعد فنقول له مثلا تقرير حالة، تقرير تنفيذ نشاط، تقرير مالي، تقرير إعلامي، تقرير نهائي، تقرير ربعي، تقرير نصفي، تقرير يومي، تقرير شهري. صح ولا لا؟ إذا كلنا موافقين، إذا متفقين على شيء اسمه إنه لكل زمان ومكان خطته، ما فيش معانا نوع محدد، لكن إحنا بندرس هنا 5 فقط اللي بنحتاجها بالحياة العامة وفي الحياة النقابية الطلابية. بنبدأ هنا مع مجموعة من الأنواع اللي إحنا مش نقول حصرناها، استطعنا أن نجمع ما استطعنا من التقارير المشهورة اللي هي مستمرة. أنواع التقارير حسب الفترة الزمنية مقسمة إلى حسب الفترة الزمنية وحسب هذا الموضوع. الفترة الزمنية دوري وغير دوري. الدوري بمعنى إيش؟ يعني دائما متكرر، متكرر بالزمان والمكان. الدوري يا إما يومي، يا إما أسبوعي، يا إما شهري، يا إما نصف فصلي، يا إما فصلي، يا إما سنوي. إيش معنى فصلي؟ فصلي إما يكون أرباع أو أنصاف. طبعا نصف فصلي اللي هو الأرباع، والفصلي هو 6 أشهر، والسنوي، السنوي اللي احنا ممكن نقول ماذا؟ نهائي. هذا قد ربما تعمل عمل المدير حقك يطلب منك تقرير يومي، قد ربما انت في شركه يطلب منك ماذا؟ تقرير شهري وغيره. الغير الدوري حسب الاحتياج، مديرك جاء شاف في يعني خلبطه في العمل في الكذا، فقال لك ممكن تدي لي تقرير وجاي. اليوم عملت اجتماع ممكن تعمل له تقرير، هذا غير دوري. طيب، من حيث الموضوع انجاز اللي هو مثلا تقرير انجاز لنشاط ما انجزته، تحليلي وهو انك تحلل بيانات او تحلل واقع بحيث تدرس تعمل عليه دراسه وتبني عليه مشاريع وغيره، احصائي كما قلنا دراسه الجدوى وما قبلها، تقييم ومتابعه، معناته كيف تقييم المتابعه؟ عندي مشروع مثلا كفاله الطلاب مستمر لمده سنه، فانا احتاج تقارير والمؤسسه تحتاج مني تقارير شهريه، اشوف اقيم الطلاب واتابعهم واشوف المجال وصلت لهم الفلوس ما وصلتهم، اداهم كيف، استمروا بالنجاح في الجامعه وغيره ام لا وغيره. مثلا عندي دوري رياضي احتاج منه تقارير والمتابعه والتقييم، تعطيني ايش صار في مشاكل في التنفيذ وغيره. وايضا اداريه، والاداريه طبعا شقين ممكن نقول لها، ليس بالضروره ان تكون افقيه من الرئيس الى غيره، ايضا ممكن تكون اداريه، انا كلجنه ماليه ارفع تقرير للجنه مثلا الاكاديميه، اللجنه الاكاديميه ترفع تقرير مثلا للجنه العلاقات، وهكذا على حسب الاحتياج. ايضا عندنا انواع اخرى للتقارير وهي على النحو التالي، اريد من سيقرا لي، اريد من شهد، ممكن اشهد تقرير لنا النوع الاول من نوع التقارير هنا. عليكم السلام. التقارير من حيث توقيتها نعم، التقارير تنقسم من حيث لست توقيتها مثل التقارير. أولية نعم، وتقارير التقارير. نعم مرئية وتقارير نهائية. نعم وهنا في تفصيل، التقارير من حيث توقيتها أولية أو مرحلية أو نهائية. بمعنى التقارير الأولية قد ربما تكون تسبق
المشروع وتنفيذه كتقارير الإحصائيات والدراسات، وقد ربما تكون في بداية المشروع، تصير أول بداية المشروع، كيف الأمور تمام، نرفع الميزان ما نرفعش، نغير المكان ما نعمل، مثلا عملنا دورة تدريبية في الزوم لمدة 7 أيام، جينا أول يوم فعملنا تقرير، هل الدورة أتت كلها وكانت مناسبة أو لا؟ مثلا كان مكتوب في التقرير إنه ما ركزوش الطلاب، فهل ممكن تحول حضوريا؟ فإحنا من خلال التقرير الأولي استطعنا نبني قرار. تقرير مرحلي حسب المرحلة والزمن اللي تمر فيها المؤسسة أو الاجتماعات أو النشاط. تقرير النهائي وهو هذا الختامي. أيضا ممكن معتز يقرأ لنا تقرير، أو الشق الثاني تقرير من حيث إيش؟ التقارير من حيث الجهة التي تصدر من أجلها يا كالتقارير سلام عليك. الداخلية والخارجية. طبعا هنا الآن سؤال سبع عندي بالشات، ما هو الفرق بين التقارير الداخلية والتقارير الخارجية؟ يلا بنشوف. بنشوفها صح؟ بالشات. الفرق بين التقرير الداخلي والتقرير الخارجي. لمن يصدر التقرير الداخلي؟ لمن أعطيه؟ والخارجي لمن؟ من وجهة نظركم؟ الداخلي للرقابة، ممتاز ممتاز. الخارجي للمؤسسات أو الجهات الداعمة، ممتاز. أها، الداخلي للإدارة الداخلية بين الأفراد اللي تديرها، تمام. الداخلي للرقابة، ممتاز. يا سلام، إضافة لإجابتكم إحنا ممكن نقول نحو التالي: الداخلي ممكن يكون بنفس اللجنة وبنفس المؤسسة، الخارجية ممكن يكون من اللجنة اللي إحنا فيها اللجنة أخرى، تمام، أو مننا كمؤسسة إلى الجهات الأخرى الشريكة أو الداعمة. يعني الحين مثلا إحنا عاملين هذا التدريب مشترك بين معهد اسطنبول الدولي وبين مؤسسة اسناد، يكون بيننا تقارير مشتركة متبادلة تعتبر خارجية، إحنا نعطيهم انطباعنا والأمور اللي كانت مناسبة والأمور اللي ممكن تحسن، وهم أيضا بيعطونا، هذه خارجية. مثلا فرع من الفروع على الاتحاد، معهد اسطنبول الدولي دعمه بفلوس او بمدربين وغيره، طلب منه تقرير، هنا التقرير يسمى خارجي لانك بتعطي لجهه اخرى، بيكون صياغته واسلوب وغير. طيب ايضا التقارير من حيث تكرارها، تقارير دوريه وتقارير غير دوريه كما ذكرنا، ايضا التقارير حسب المحتوى، تقارير المراقبه والمتابعه اللي ترفعها مثلا للجهات الرقابيه او للاداره او للماليه من حيث تتابع المال وين وصل وين راح، تقارير الانشطه اللي تنفيذها وهذه بناخذها بالتفصيل، تقارير ماليه ومحاسبيه وهذه ايضا بناخذها ايضا بماذا؟ بالتفصيل. طبعا اشكر الجميع اللي شارك معنا بالشات حقيقه. ايضا عندنا تقارير حسب مدتها، تقارير يوميه، اسبوعيه، شهريه، ربعيه، نصفيه، سنويه الى اخره. طيب هناك اشياء مهمه جدا عندما نحضر التقرير، احنا الان كملنا نعرف انواع التقارير، انا يعني الان ابدا اكتب تقرير، طلب مني تقرير، طلب مني تقرير، يجب علينا ان نمشي بالخطوات التاليه في اعداد التقرير. اول شيء تحضير الغايه الرئيسيه، بمعنى انا ليش طلب مني هذا التقرير؟ وتحضير الغايه الرئيسيه يجب ان نعرف نوع التقرير والهدف من التقرير، ويجب ان نتخذ قاعده، وهذه القاعده يجب انك تحفظها ولو خرجت من الدوره كلها الا بها، يكفيك هذه القاعده، ان التقارير تكتب بغرض فهم اللي يقراها واللي طلبها مننا. قاعده من شان نجاح التقرير يجب ان تكتب، أو تصاغ بشيء يفهمه اللي بيقرأها أو اللي طلبها. قد ربما تأتي تكتب تقرير، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، ركزوا معي، قد ربما تأتي اليوم تكتب تقرير وتجلس عليه 5 أشهر وتعد وتصمم وتتعب عليه وتخسر عليه فلوس ويرفض بدقيقة، لأنه ما جاش على حسب ما أحتاجه أنا. أنت مثلا، أنا أحتاج أركز على الجانب المالي، اتفصلت للنشاط وعدد الحضور وان كان المكان وايش كان هذا وعدد الدورات وايش المحتوى وتعبت كثير جدا، بس انا ما يهمني هذا. فيجب ان يكون، لكي يكون التقرير ناجح يجب ان يحقق هدف ان يكون مفهوم للقارئ والذي طلبه. يعني اللجنه الماليه او المسؤول المالي بيطلب منك تقرير، مش معقول بتدي كل التفاصيل، بتعطي على ما يحتاج ماليا. المدير بيحتاج النجاح، التقرير يحتاج، وهكذا. فأول خطوة أن تحضر الغاية الرئيسية من التقرير، ليش بيطلب من التقرير؟ وإيش نوع التقرير؟ هل مالي، إعلامي، دوري، شهري، نصفي، اجتماع وغيره. الخطوة الثانية وهي التحضير للإعداد. إحنا الآن عجاز نعد، في حاجة اسمه تحضير الإعداد، من خلال إيش؟ شيء مهم وركزوا عليه هنا. تحضير الفريق وتوزيع المهام. تحضير الفريق معناته يمكن مش أنت الوحيد اللي أقمت بالنشاط، في عندك واحد استلم المالية، وواحد استلم الأنشطة، وواحد استلم التصوير، واحد
هذا كله بعده تقرير. فاحنا بنوزع المهام بيننا البين، واحد يكتب التقرير المالي، واحد الاعلامي، واحد تقرير الانشطه، ونحضر الفرق ونوزع المهام. ايضا تحديد خصائص التقرير، التقرير اللي بنسويه، هل بيكون تقرير مالي، هل بيكون يعني اعلامي، هل بيكون داخلي ام خارجي، هل بيكون الجهات الداعمه، ام بيننا البين تقييم يعني الايجابيات والسلبيات. ايضا تحديد مصدر المعلومات، يعني لا تعطيني معلومه وبدون مصدر، بمعنى لا تعمل تقرير مالي بدون ما تجيب فواتير وغيره، لا تجيب لي تقرير اعلامي بدون ما تدلي صور. ايضا تحديد خطط الاعداد، انه بمعنى انا طلبوا مني تقرير خارجي نهائي، انا عندي 5 تقارير، عندي ماليه لانه دفعوا لي فلوس، عندي اعلاميه لان احنا صورنا، عندي تقرير النشاط اللي سويناه، تقرير ايضا مثلا حاله ايجابيته وسلبياته، تقرير احصائي كتقييم، هذا كله بالاخير انا برجع اعمل لهم خطه كيف يجمعن بتقرير واحد، فمش معقول نعمل نسخ لاصق، عرفتم؟ ايضا قائمه الرموز، وهذه يا احبتي الكرام الان الكل الحاضر معنا لمده 3 دقائق بامكانك تبحث بالكتب بالانترنت باي مكان، تبحث ما معنى قائمه الرموز، نبدا بالتوقيت الان 9:25 نمشي 9:28 والكل حاضر معنا يعطينا بالإجابة، أول 3 بيحصلوا على أيضا على منحة تخفيض 50%. متفقين؟ يلا نبدأ. ما معنى قائمة الرموز في التقارير؟ ما معنى قائمة الرموز في تقارير العمل؟ يلا نبدأ. طبعا الإجابة بتكون بفتح المايك وليس بالكتابة، بحيث لا أحد يغش من أحد يعني. بإمكانك تستخدم أي طريقة، تبحث بالإنترنت، بكتب، تسأل، تستعين بصديق، باللي تشتهي. تمام، لا حد يكتب بالشات، احتفظ فيها يا أسامة، لأنه بعد قليل بنتيح المايكات برفع اليد لمن أراد أن يتحدث. ممتاز، تبقى دقيقتين. ما معنى قائمة الرموز في تقارير العمل؟ والأستاذ طبعا محمد شوقي معانا موجود، والأستاذ عبد الله معانا هو اللي بيقيم. طبعا حبيت الكرام اللي بنتحدث بشكل عام عن التقارير واعدادها وغيرها، وغدا سيكون التطبيق للمشاريع اللي اتفقنا عليها، سنشتغل على 5 انواع من المشاريع، سيكون جماعية بإذن الله ونحضر لها جميعا. طيب تبقى دقيقة. تبقى 30 ثانية. عبد الله، أستاذ عبد الله ممكن تفتح المايك لهنا، هي أول واحد من رفع، نسمع منها. هنا هنادي صح؟ هند عبد الرؤوف، هارون، ثاني واحد من رفع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا يا هند. هي قائمة الرموز تستخدم في التقارير والبحاث التي تحتوي على الكثير من الرموز كاستخدام حرف أو شيء يعني للاختصارات، مثل اعطيني مثال واخذت. مثلا كاستخدام مثلا حرف سين تعبير عن السرعة، ميم طيب حلو مسافة كذا. بالتقرير، حلو اعطيني مثال بالتقرير. انا عندي التقرير مثل ايش؟ ايوه اي مثال ممكن يخطر في بالكم كتقرير عمل. اليوم عندي التقرير هذا بيكون عبارة عن تقرير نشاط، انه قامت اللجنة الثقافية في جمعية اسنان نشاط تدريبي، انا بعمل عن هذا النشاط التدريبي وعن هذا اللجنة قائمة رموز في التقرير بحتاجه.
ممتاز. سجل يا استاذ عبد الله اسم هنادي. نشوف هارون، افتحوا لي مايك هارون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، نورتنا يا هارون، تفضل. الله ينور عليكم وعليك يا دكتور الغالي. هي عبارة عن قائمة تحتوي على العناوين والأرقام للفصول والفقرات الرئيسية في التقرير. تعتبر قائمة الرؤوس أداة مهمة لتنظيم المعلومات وتسهيل عملية الوصول للمعلومات حلو، المهمة في التقرير. أعطاني مثال. مثال ما مش موجود والله، بحثت أنا طيب طوالي حلو حلو، سجل اسمه أيضا. يوف أسامة ثابت، هو أيضا كان كاتب في الشات، بإمكانك تفتح المايك يا أسامة ثابت تشارك حتى الشخص الثالث. أسامة ثابت، أهلا أستاذ. مرحبا. من أمجد؟ ما أسامة، أمجد؟ أسامة. طب تفضل يا أمجد. أسامة تفضل. يلا. مثل العناصر الرئيسية للتقارير، مثل المقدمة في الوسط، في هذه الأشياء، الفقرات، وهي رؤوس الأقلام. ممتاز. طيب أحبتي الكرام، إذا إضافة لما قال الإخوة، إحنا بنكتفي عند هؤلاء الثلاثة. كده الكل ما شاء الله بحث وصار عنده الفكرة. قائمة الرموز تكون في بداية التقرير، وهي عبارة عن اختصارات احنا بنحتاجها بعد. يعني بدل ما اكتب اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا فرع اسكندرون، اكتب الاختصار حقه. فأي واحد بيقرأ، بدل ما اقول نفذ اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا فرع اسكندرون نشاط تدريبي للطلاب المشاركين الأعضاء في اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا فرع اسكندرون، حيث حضر هذا النشاط الذي أقيم في جامعة اسكندرون 25 طالب وطالبة تم اختيارهم من قبل اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا فرع اسكندرون. بدل ما أقول في تركيا فرع اسكندرون، هذه كله عمله اختصار معين، يو دي اي مثلا اس او شيء. هذا الاختصار اول ما اشوفه انا اعرف انه بالتقرير هذا معناته اتحاد الطلاب اليمني في تركيا فرع اسكندرون، هذه كل الكلمه اختصرتها بثلاثه احرف. طيب اللي بيقرا التقرير كيف لازم انه يعرف انه هذا الاختصار هو الجمعيه او الاتحاد الطلاب اليمني في تركيا فرع اسكندرون؟ بيرجع على قائمه الرموز اللي عندي فوق اللي بالبدايه التقرير ويعرف المختصر هذا. فده لما اكتب دبلوم تنميه الذات والاداره المؤسسيه التابع المؤسسة إسناد ومعهد اسطنبول الدولي، أختصر يمكن باختصارين بكلمتين بحرفين. عرفتم إيش قائمة الرموز؟ يا سلام عليكم. طيب أيضا ممكن يكون الفهارس كما ذكر الأخ أسامة ثابت، يكون الفهارس الأول بحيث أنت تعرف قبل ما تدخل بالتقرير أنه الفهارس بيجي يقول لك التقرير النصفي للربع الأول، التقرير النصفي للربع الثاني، التقرير النصفي للربع الثالث، في الفهارس من الصفحة كذا للصفحة كذا وهكذا. طيب نكمل ايضا البدء بالاعداد، البدء بالاعداد وهو بدايه ماذا؟ الكتابه. ايضا تحضير مسوده التقرير وهي المسوده الختاميه اللي نجمع فيها كل التقارير الاخريات. كما قلنا لك احنا من اليوم نشاط هذا اليوم هذا التدريب، نشاط التدريب في تقرير اعلامي يتمخض منه، في تقرير مالي، في تقرير كذا، فانا قاعد عدهن عند نقطه بدء الاعداد. بعدين برجع انا اجمعهن كلهن في مسوده واحده، صح؟ في حاجة بعدها يسمى التحضير النسخة النهائية من التقرير، وهي بعد أن جمعنا كل التقارير في صيغة واحدة نناقشها مع بعض، ثم نخرج بنسخة نهائية تكون للداعم أو للجهة الخارجية أو للإدارة. بمعنى أحب الكرام، ممكن يعطيك الدكتور واجب في الرياضيات، فتبدأ تكتب تكتب وتشخوط وتكتب وتمسح المعلومة حتى تصل المعلومة النهائية. لما تجي تشوف الورقة تقول تستقي أنت منها، تقول مستحيل بسلم هذا للدكتور. ليش؟ لأن مشخبطه كثير، فانت بترجع تنقله بعد ما المعلومه تصحيحها بعد الشخبطه هذه كلها لوحده نظيفه حلوه بهايش حقك الاجابات الصحيحه النهائيه بدون اي شخبطه. يشوف الدكتور يعني اللي بيشوف يقول هذا ذكي، حل من اول مره اجابه صحيحه. كذلك هو التقرير، لكن بيكون عندك اخطاء، في عندك امور فنيه، عندك تصاميم، عندك اشياء كثيره. فالتحضير النسخه النهائيه من التقرير هي بالمعنى هذا، ممكن تضيف فيها رسومات، ممكن تضيف لها قوالب، تضيف فيها اشياء اخرى. طيب أجزاء التقرير يا أحبتي الكرام، وهنا أمر مهم جدا، ركزوا على الأمر هذا. أجزاء التقرير وخاصة في التقارير النهائية أو السنوية بتحتاج إلى غلاف. الغلاف عن ماذا يحتوي؟
الغلاف يا حبة الكرام يحتوي على النحو التالي، هذا هنا الغلاف بيحتوي على شعار المؤسسة، بيحتوي على اسم التقرير، على نوع التقرير أيضا مهم جدا. الصفحة اللي بعدها ممكن صفحة العنوان اللي هو مثلا نوع التقرير نكتب فيها، اللي بعده بيجي الخلاصة، وهنا سؤال مهم جدا وأنا أطلب من الجميع أن يكتب لي بالشات، هنا بالشات عندنا، ما هو الفرق بين الموجز والملخص؟ يلا الفرق بين الجزء والملخص، ما هو الفرق بين الموجز والملخص؟ يلا نشوف بالشات. كمثال ما بدي انك تكتب تعريف وتطول على نفسك، عادي، الموجز بمعنى كذا والملخص معنى كذا. الملخص يكون شامل على المحتوى. ممتاز. والموجز؟ الموجز مختصر مفيد. تمام؟ موجز كرؤوس أقلام. الموجز للمفاهيم الأساسية، الملخص والمفهومات الشخصية. الموجز المختصر، الملخص مفصل. الملخص الذي تم تنفيذه والذي لم يتم، الموجز لم تم تنفيذه، لا هنا فيها شوي. حلو ممتاز. اكتبوا كمان، استمروا في الكتابة. طيب الموجز الذي تم إنجازه، طيب طبعا الموجز يا أحبتي الكرام ليس بمعنى اللي تم إنجازه، لا، لما يقول لك موجز الأخبار الملخص، طيب الملخص كل ما هو طيب حلو جدا. الموجز هو نص يستعمل من قبل الأطراف التحول للتقرير، تمام ممتاز حلو. طبعا اغلب الاجابات اللي جبتوها هي اجابات في الصميم، لكن بقول لكم يا شباب باختصار بكلمتين، الفرق بين الموجز والملخص هو على النحو التالي. احنا نسمع بالاخبار يقولوا بالنشرات الاخبار، موجز الاخبار صح؟ ايش يعمل فيها؟ يجيب العناوين الاساسيه اللي بيتطرق لها. فالموجز هو عباره عن رؤوس الاقلام او العناوين الاساسيه اللي بتتحدث عنها بعد قليل. موجز الاجتماع حبه الكرام بيكون على النحو التالي، بنناقش النشاط اللي بنقيمه الاسبوع القادم، بنناقش الميزان المالي الموجود عندنا، بنناقش دعم الطلاب المتميزين. اديت لك بس العناوين الاساسيه، هذا موجز. الملخص هو بكتب لك فيه محتوى بشكل مختصر انا اريد انك تركز عليه داخل التقرير. بمعنى هكذا الموجز بكتب لك انه انا لو اقول لك الموجز بيكتب لك انه التقرير يحتوي على الانشطه اللي قمناها في الربع الاول، الانشطه اللي قمناها في الربع الثاني، الانشطه التي لم يتم انجازها، الانشطه التي تم انجازها ولم تكن في الخطه. يجيب لك عناوين بس اللي بارد تقراها، هذا موجز. الملخص ايش بيقول لك؟ يقول لك هذا التقرير اقامت في من؟ الهيئه الاداريه لمبادرة نحن الأمل أو الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب اليمنيين في تركيا من خلال 3 سنوات من العمل، يحتوي على يعني أهم الأعمال اللي قمنا فيها وانجز، يعني بالمعنى هكذا. الملخص أحبتي الكرام هو موجود أشياء ستذكر فيما بعد، لكنه أراد أنه يعطي لك مختصر، يعني اللي بيقرأ الملخص كأنه قرأ التقرير كله، بينما اللي يقرأ الموجز سيعرف ايش بتتكلم في التقرير. متفقين؟ طيب نعم. وايضا ممكن الملخص ياتي في البدايه بحيث تطلع، والموجز ممكن يختم لك على اساس ضمن الفروقات اللي ذكرها بعض الاخوه، حتى يكون الموجز يعني بالختام حتى يعطيك يعني اللي قرأته كتذكير. طيب حلو جدا. اذا بالنسبة للتقارير، الفرق بين الملخص والموجز ذكرنا، فأجزاء التقرير تحتوي على غلاف، شعار واسم المؤسسة، الصفحة اللي فيها العنوان، نوع التقرير، التقرير النهائي لاتحاد طلاب اليمنيين في تركيا فرع كوتاهية مثلا، أو التقرير النهائي لدورة أو الدبلوم إدارة الذات وهكذا. الملخص بتعطي ملخص بسيط ايش بتحكي بالتقرير هذا. بعد ذلك جدول المحتوى، جدول المحتوى مهم جدا وهو الفهارس
اللي بنتكلم عليه، ممكن احنا الان نطلق على الجدول المحتوى الان موجز عالي. ثم بعد ذلك قوائم التحضير، قوائم التحضير وهي قوائم الاشكال او قوائم الجداول او قوائم الرموز، وهذه بمعنى كذا مفتاح الخريطه. يعني الشخص لما يشوف ميم معناته بالتقرير انه مثلا ميم يرمز الى اللجنه الماليه مثلا، او يودي معناته التحرك الطلاب اليمني في تركيا وهكذا. هذه القائمه مهمه جدا، قائمه التحضير هي اللي بتمهد للقارئ لانه يحقق نشاط اساسي، يكون التقرير مفهوم للقارئ، هي اللي بتحضر له انه هذه القائمه او هذه الرموز هي بنحتاجها او اختصارات التالي. ايضا المقدمه، وهنا بنقول ما هو الفرق بين الملخص والمقدمه؟ الملخص بتلخص له كل ما ستتكلمه بضعه اسطر، بينما المقدمه تمهد له انه هذا العمل كان نشاط وانه احنا تعبنا فيه وانه هكذا مقدمه. عرفت يعني تحب تلفت انتباهه الى المقدمه، مهمه جدا جدا. الملخص ممكن يكون حتى في رساله مستقله. ثم متن التقرير وهو الحشو اللي تشي تتكلم عليه. بعد ذلك استنتاجات التقرير، وهذه تاتي بالاخير، انه التقرير يعني اهل 25 طالب كنتائج، نتائج التقرير. ثم توصيات، مثلا احنا والله دربنا 25 طالب على اللغه التركيه لكن كانت القاعات غير مناسبه، يجب رفع العدد، يجب ايجاد مثلا حافز اكثر وهكذا. بعد ذلك المراجع، المراجع اللي انت استقيت منها تقريرك، ممكن يكون مسؤول مالي، ممكن يكون من البحث بالانترنت، ممكن يكون من مراجع، ممكن يكون من خلال الداعمين وغيره. بعد المرفقات، صور او مستندات ماليه وغيرها. هذا طبعا كله يعني لا تتشوشوا فيه لانه هذا كله بنطبقه ونعمل عليه يعني تطبيق عملي ان شاء الله. هذا طبعا اختصار، هنا يقول لك بدايه التقرير ايش بتحتوي؟ على صفحه الغلاف، صفحه المحتوى، ملخص عام، المقدمه اللي الاهداف والمجال. طبعا المقدمه في العاده تركز على انه انت تعرف فيه من انت كمؤسسه او مبادره او اتحاد، عرف فيها الناس من انت، عرفت؟ خلفيه لك اللي اتيت منها والهدف من المشروع او المجال اللي بيتم فيه المشروع او المؤسسه. ثم صلب الموضوع وهو ماذا؟ عرض المعلومات والحقائق، الجداول والرسوم البيانيه والدراسات التحليليه، الصور وغيرها. الختام طبعا النتائج اللي تمت. مثلا احنا قبل دوره تنميه الذات مثلا نتائجها كان مبادرتين، تاسيس مبادرتين خيريتين وهكذا. مثلا من ضمن النتائج علمنا ناس اللغه التركيه، فكانت النتائج عملوا الاختبار وهذه النتائج حقوا الاختلاف. توصيات، مقترحات انت للتحسين او الاستمرار بالذي كان موجود معه، ملحقات كصور وفواتير وغيرها. احنا نوصل لحاجه مهمه الحين، ايش اسمها؟ انواع التقارير اللي بندرسها يوم غد، اللي بنتعلم عليها ونطبقها يوم غد. انواع التقارير الخمسه اللي بندرسها يوم غد هي تقارير الاجتماعات. احنا لو عملنا اجتماع الحين، تمام، كملنا، قالوا لنا اكتبوا لنا تقرير، ضروري جدا احنا نعرف ايش التقرير بنكتبه غدوه ان شاء الله، بنتعلم على نموذج واحد ونطبقه، متفقين؟ ايضا تقرير الانشطه، بمعنى احنا اقمنا الان نشاط، دوره تدريبيه، رحله، نفذنا مشروع، زياره، غيرها، اعمل ماذا؟ تقرير لهذا المشروع بالتفصيل. بعد ذلك التقرير النهائيه والمسبقه والسابقه للخطط او السابقه او التي تسبقها الخطط. التقرير النهائي اللي نهايه الشهريه، نهايه المشروع، النهائيه للهيئه الاداريه مثلا لها سنتين او سنه، ممكن كيف تعمل تقرير. بعد ذلك طبعا التقارير الاعلاميه، وهذه بنتطرق فيها بمختصر شديد لانها تحتاج الى دورات كثيره. ثم نتطرق الى مساله التقارير الماليه كنماذج، احنا معتمدين بعض النماذج هي خلاصه مجموعه من التقارير الدوليه، وايضا مجموعه من التقارير اللي التمسناها من خلال تدريبنا دبلوم العمل المؤسسي لفروع الاتحادات الطلابيه في تركيا او الاتحادات العربيه. وهذه ماذا؟ وهي مهمه جدا، هذه غدا اللي بنتعلم عليها باذن الله، وهي ماذا؟ التقارير الخمسه، تقارير اجتماعات، انشطه اعلاميه وماليه وماذا؟ ونهائيه باذن الله احبتي الكرام. طيب احبتي الكرام، تكرما لامرا من الجميع، تمام؟ طبعا انت سجلت استاذ، لاستاذ عبد الله سجلت الاسماء اللي كانوا معنا مشاركين. احنا نقول هنا انه الان ظل معنا ربع ساعه، نريد ان نفتح مجال الاسئله والاستفسارات، لانه بكره كله تطبيق، يعني على نفس الجروبات بيكون التطبيق. من عنده اي سؤال او استفسار بامكانه يرفع يده ويفتح له المايك، او يفتح المايك من نفسه، وايضا بامكانه انه يكتب على الشات واحنا نجيب خلال الربع الساعه هذه.
طبعا مع الشكر الشديد لكل الإخوة اللي كانوا معنا موجودين، وكذبوا أيضا الواجبات اللي عليهم اللي هي يوم أمس. طيب، إلى أن يحضر سؤال من الأسئلة، إذا واحد عنده أي سؤال ممكن يسأل. لذلك الوقت إحنا أحبتي الكرام ممكن نذكركم بشيء بسيط، أتمنى الأستاذ محمد يكون معنا. نريد أن نخرج بهذا الدورة إلى خلاصة مثلا مجموعة من المبادرات، سواء كانت مؤقتة أو مستدامة، تكون إحنا أنتم لبها، أنتم المؤسسين فيها بأفكاركم، تكون خادمة للمجتمع، ونحن بدورنا في معهد اليمن بقدر الإمكان نخدمكم ونسعى أيضا معكم في نفس الطريق، وأيضا جمعية إسناد إذا أمكن، طبعا قرره بالأخير إلى هيئتكم الإدارية في الجمعية. فذكرتم بهذا الأمر، إن شاء الله يكون غدا هو الختام. أتمنى يكون عندكم فكرة أنه من هذا الدورة وهذا الدبلوم يستخلص مشاريع تنموية للمجتمع هنا أو في اليمن، مبادرات مستدامة، تفعيل أشياء كثيرة، والإخوة إن شاء الله ما بيقصروا معكم بإذن الله. إضافة إلى تنويه، الإخوة الآن في إدارة المعهد تواصلوا معي، تنبيه بسيط، مع كثرة الرسائل في الجروب العام يمكن ضاع الرابط حق الشهادة، فالذي يريد الشهادة حق المعهد اللي شهادة الدول المعتمدة في بركودها بالسعر، لأنه إحنا فاتحين فقط 32 ساعة متاحة، يعني بقى تختم يوم غد الساعة 8. الرابط فوق، الشباب بيعيدوا إرساله الحين من جديد، بحيث لو انتهت هذه الفترة إلى الساعة 8 يوم غد، سيضطر الطالب وإن كان من طرف جمعية إسناد أن يأخذها بالسعر الرسمي للدبلوم 30 دولار. فإحنا حريصين نحن وجمعية إسناد أن الجميع يأخذ ما تعب من أجله بالسعر المناسب له كطالب، بالسعر المخفض. نعم، بالنسبة للإخوان إن شاء الله اللي أخذوا المنح يوم غد أو الأسبوع القادم، يتم إرسال لهم إن شاء الله عن طريق معهدنا، عن طريق الهيئة الإدارية في جمعية سنات، مذكرات الاتفاق على المنحة، ويتم إدراجهم إلى جروبات بحيث في أقرب فرصة يلتحقوا بهذه المنحة. الآن نعود إلى الختام. في هناك سؤال يقول، سؤال في فقرة أهداف المؤسسة، كيف ممكن نعرف أهداف المؤسسة؟ أتوقع السؤال مباشر، ممكن بحسب المؤسسة في موضوع الدعم. كيف تعرف أهداف المؤسسة؟ ما في مؤسسة بالعالم وهي رسمية بدون ما يكون عندها موقع في الإنترنت أو معلومة عنها، فأنت ابحث عنها، بتوجد اهتماماتها بأي مجال. كل المؤسسة بتنزل اهتماماتها، الامر الاول بحيث انك تعرف هدفها وما هي ميولها واهتماماتها. الشيء الثاني بديهي، من خلال نشاطاتها اللي بتشوفها في الواقع، من خلال الصور اللي تنفذها بتعرف ما هو ميولها. ايضا من خلال الاسم، يعني ما حد ايش بيكون ميوله تدريب، جمعيه ايش بيكون ميولها تاهيل وتمكين طلاب ودعم مشاريع مؤسسات ومنظمات وهكذا. طيب احبتي الكرام، في احد عنده سؤال اخر قبل الختام؟ طيب، إذا ما عندهم سؤال أنا بسأل أنا سؤال واجب، إيش رأيكم؟ معلش لو سمحت، ممكن أعقب على السؤال اللي سألته؟ تفضل. كان قصدي لما كنت أشرح حضرتكم، فقلت إنه الهدف من دعم المؤسسة نفسها للنشاط أو للمشروع نفسه، يعني هي إيش هدفها؟ هي تبرز إعلاميا، تبغى ايوه، هنا نعم ما يعني أنا بدي عرفت، كده، يعني ممكن نعم هذا ما يطلبه الداعم. ولو قاطعتكم يا شهد، هون الفكره هي تعتمد على الداعم، انت لما تروح له تمام، اول شيء انت ضروري تعرف اول شيء من خلال التقسيم اللي اتفقنا عليه، هل هو مانح او تنموي، باي مجال بيكون فيه. على ضوء ذلك انت تاتي بمجموعه من المقترحات، هذه المقترحات ممكن تقول له انا يعني بعمل لك دعايه اعلاميه لانك تعرف انه يهتم في المجال الاعلامي، ممكن تقول له نحن ندخل في شراكه. غير هذا ممكن هو ايضا وقت الدعم بيشترط عليك، واغلبهم بيشترط عليك، بعضهم يقول لك انا ما تنفذ المشروع الا وجود لوحه خلفك عندما تنفذ المشروع فيها شعاري. فهو الهدف هذا اما انك تبحث بالنت وتعرف الانشطه السابقه ايش ممكن يكون، ممكن تسال يعني الناس راحوا لهم من قبل، وايضا هو سيشترط عليك هذا الشيء.
بالنسبة إيش الدعم سيحتاج، لكن لا يجب أن تزوره إلا وقد بحثت عن ميوله واهتماماته. ليش؟ لأنك ما مش معقول تروح له بهدف بمشروع ويطلع غير اهتماماته، عرفتم كيف؟ أما بالنسبة لما سيطلبه منك أنت مقابل الدعم، هذا ممكن نكلمك حتى في وقتها. طيب نشوف ناس أيضا رفعوا أيديهم، أنت تقريبا من قبل رافع إيدها. طيب أحبابي الكرام، بما أنه إذا ما فيش أي سؤال، ممكن هناك في سؤال عند جليبي بيقول: هل يفضل عند طلب الدعم من الداعم أتراك أن يكون متقدم متقن اللغة التركية؟ نعم، هو ليس بالشرط، ممكن ما يشترط عليك الدعم، لكن بالأخيرة هو بالتراضي، يعني إذا رضى عنك وعلى مشروعك أكيد بيدعمك. فلما يكون واحد متقن بيستطيع إيصال الفكرة الحقيقية وهو بيدعمك، والأتراك هكذا، يعني كلما كنت متقن في اللغة كلما يعني وجد أنه سهل التفاهم معك والسلاسة، فممكن يدعمك. نعم، هذا من وجهة نظري، والله أعلم، يعني أنا حسب معرفتنا. طيب أحبتي الكرام، أنا بأشكر الآن كي أختم. أحبتي الكرام، أنا بعطي سؤال بسيط يكون واجب إن شاء الله تبحثوا عليه وهو مهم جدا. ما هو، مركز على سؤالي لأنه هذا بيكون واجب على الجروبات، جروبات تمام. طيب، ما هو أكثر شيء يعيق الداعم أو المؤسسة أن تدعمك؟ أنا كمؤسسة قلت له عندي، ما هو أكثر شيء يعيقني أن أدعمك، أو ما هو أكثر سبب يخليني أرفضك بدعمك؟ طيب، شخص راح يدور منحة، ليش المؤسسة اللي رحت لها وفقت كل شروطك بترفضك، أو أنت رحت بمشروعك الخاص أو بمشروع الاتحاد أو مبادرتك تبحث عن دعم لمشروعك وتم رفضه؟ ما هم برأيكم ما هو أهم الأسباب؟ تمام، أريد من كل واحد 3 أسباب إلى يوم غد بإذن الله. هذا يكون واجب إن شاء الله تكتبوه في جروباتكم البي والسي والدي، تمام، تدخلوا الجروب العام بدون أي رسالة بحيث أتمكن من إعطائكم إذا في معلومات جديدة. إذا أحبتي الكرام، لا نطول عليكم، إن شاء الله يوم غد إن شاء الله بيكون عندنا مجموعة من التقارير، الأنواع الخمسة بتكون جاهزة على كيف التعليمات، ثم نكتب 5 6 مشاريع وخطط عمل خاصة بنا بإذن الله الواحد الأحد. إلى ذلك الوقت إن شاء الله نلقاكم، اعذرونا أحبتي الكرام مجددا، إحنا يعني أصرينا على فتح الكاميرات، نورتم شاشتنا، سامحونا على التطويل، والمايك عندك يا أستاذ عبد الله. شكر الله سعيكم أستاذ حذيفة على ما أفدتم وأجدتم في هذه الدورة، وشكر الله الجميع على سعيهم وحضورهم وبذلهم من أوقاتهم. نلقاكم إن شاء الله بإذن الله غدا في نفس التوقيت، ونختم معكم دكتورنا إن شاء الله بإذن الله غدا. جزا الله الخير، جزا الله الجميع كل الخير وكل الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.